السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، ونسأل الله في هذه الليلة المباركة أن نكون من العتقاء في هذا الشهر الفضيل. أحبتنا وأساتذتنا الأفاضل والكرام، معكم محدثكم عدنان قلعجي من فريق منصة أريد العلمية. يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه الأمسية المباركة وفي ندوة علمية جديدة من ندوات برنامج سباق الأمم. هذا البرنامج الذي سيقدم إن شاء الله طيلة أيام شهر رمضان المبارك. سنتباحث وإياكم بهذه الندوة التي تحت عنوان الجامعات البحثية العمود الفقري لتطور الدول، عن كل ما يخص الجامعات البحثية وكيف بها ترتقي الأمم وتتسامى. نبدأ أحبتنا الكرام على بركة الله مع مشاركتنا الأولى وبحثنا الأول مع الأستاذ معد أحمد خالد الحاكم. والأستاذ معد خالد الحاكم محاضر في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وله العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية، وعنوان مشاركته الجامعات البحثية التجربة الماليزية. نعم، تفضل سعادة الأستاذ معد، لكم الصلاحية. بارك الله فيك، تفضل أستاذ معد، معك الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، حياكم الله. هل عندي صلاحية مشاركة الشاشة؟ نعم سعد الدكتور، تفضل. سأقوم نعم نعم بإيقاف الشاشة إذا تحب حتى لا تشارك. لا بس لا بس لا آه تمام، واضح الآن؟ نعم ممتاز ممتاز، تفضل تفضل أستاذ، الله يحفظك، جميل. واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تحية طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجرها في هذا الشهر الكريم في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، وخصوصا أن هذه الليلة في ماليزيا هي ليلة 27 من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر وأن نكون من أهلها. الجامعات البحثية موضوعاتها كثيرة، والأخوة المحاضرون إن شاء الله سيتطرقون إلى جوانب متعددة منها، فأنا سأقوم بعرض التجربة الماليزية مع مقدمة بسيطة باعتبار أني أنا المحاضر الأول، فسأقوم بمقدمة بسيطة عن الجامعات البحثية. طيب، الجامعات البحثية ما هي؟ ما هو تعريفها؟ هناك تعريفات كثيرة طبعا، لكن هذا يعني تعريف بسيط ويعطي المعنى المطلوب. الجامعات البحثية هي جامعة ملتزمة بالبحث كجزء أساسي من مهمتها، وتعتبره الأساس لتحصيل المعرفة. هذه واحدة من القضايا اللي خصوصا نحن هنا في ماليزيا، يعني أنا عشت مع هذه التجربة، وخصوصا عندما ذهبنا إلى الوزارة والتقينا بوزير التعليم العالي السابق والفريق المسؤول عن البحث العلمي. ذاك الوقت كان أظن معي دكتور سيف في حضور هذه اللقاء، لأن هناك صراع الآن بين الجامعات، ما معنى جامعة بحثية وما معنى جامعة غير بحثية؟ فهذه الصورة في كثير من الأحيان تكون متداخلة، فهي ليست يعني كما يتصور البعض عندما نقول جامعة بحثية خلاص يعني المهمة سهلة وهذا شيء جميل، لا، لكن لا زال هناك صراع كبير في مفهوم الجامعات البحثية. ولذلك يعني هناك تعاريف كثيرة، يعني عندما ندخل لنرى ما هي الجامعات البحثية نرى أن هناك تعريفات كثيرة لهذا الموضوع،
ولا يوجد تعريف واحد يعني. طيب، هناك ما يزيد على 1000 جامعة بحثية في العالم. أمريكا طبعا كالمعتاد تأخذ النصيب الأكبر. فهذا الذي يعني نتكلم عنه، أنواع الجامعات. هناك جامعات تقليدية، وهذه الجامعات التقليدية أيضا تدعي أنها جامعات بحثية، ولكن طبعا هناك كما قلنا دائما هذه الصراع. طيب، لا أريد أن أدخل هذا لأنه ليس موضوعنا، لكن فقط حتى فكرة عامة أن هناك الجامعات مختلفة، وسبب الاختلاف ما هو سنتكلم عنه بعد قليل. لكن هذه صفات الجامعات التقليدية، الحضور الطلبة للفصول في الجامعات البحثية، هذه القضية تكون قليلة لأنه تعتمد على البحث، فالطالب يقضي أكثر الوقت في أداء مهمات بحثية وليس تلقي معلومات. فلذلك يعني الفرق، هذه واحد من الفروقات بين الجامعات التقليدية والجامعات البحثية، أنه متى يحضر الطالب إلى الفصل، كم يحتاج أن يحضر الطالب إلى الفصل. فهذه كلها يعني، أيضا عدد الساعات في الجامعات البحثية، هم يعتمدون في الغالب على نتائج البحث وليس على عدد الساعات التي يحضرها الطالب في الجامعة. فهذه يعني بعض الفروقات التي تبين لنا الفرق بين الجامعات البحثية والجامعات غير البحثية. أيضا عندنا الجامعات التقليدية العادية التي نراها، هذه دورها يرفدون المجتمع بأشخاص يؤدون مهمات محددة. يعني على سبيل المثال، نحن نقوم بإنتاج مهندس، فهذا المهندس عندما يخرج إلى المجتمع سيقوم بأداء مهمات معينة. السؤال الذي يطرح دائما، هل الجامعات البحثية قائمة على أداء هذا الدور، أنها المتخرج من الجامعة البحثية يستطيع أن يؤدي مهمات محددة؟ على سبيل المثال، أنا أخرج طبيب، هل الطبيب في الجامعات اللي يتخرج بالبكالوريوس من الجامعات البحثية يستطيع أن يؤدي المهمة؟ إذا قلنا نعم، إذا هو صار الآن متشابه في الواجبات وفي المهمات وفي طريقة تحصيل المعرفة مع الجامعات الاعتيادية. إذا السؤال، ما الفرق بين الجامعات الاعتيادية والجامعات البحثية؟ لذلك قلت لكم يعني عندما ذهبنا إلى الوزارة وجلسنا مع يعني أنا جلست مع الفريق، كانت يعني تدور هذه الأسئلة في أذهان القائمين على هذا. لذلك يعني هناك دائما هذه المشاكل في ما دور الجامعات، لأن كل الجامعات هي تقوم بالبحث العلمي. فإذا قلنا هذه جامعة بحثية وهذه جامعة بحثية، إذن ما الفرق بينهما؟ يعني كيف نفرق بين جامعة بحثية وجامعة غير بحثية؟ فيعني هذه من القضايا التي لا زالت محل نقاش وصراع، لم تحل إلى حد الآن. لكن هذا لا يهمنا، يعني هذا القصد، أنه هذا ليس هو المطلوب من اليوم. لكن المجتمع، يعني الجامعات التقليدية تقوم بأداء دور راقي جدا ودور مهم جدا، أنه الذين يقومون بالأعمال الروتينية في المجتمع يتخرجون من الجامعة التقليدية، والمجتمع لا يستطيع أن يستغني عن هذه الأيدي العاملة. فلا يعني عندما نقول أنها جامعة تقليدية أنها أرقى في المستوى، أو أنها تقدم أدوار يعني يعني كما نقول لا يستطيع غيرهم أن يقوم بها، ولكن يعني ممكن أن نتفق أن الجامعات البحثية تؤدي أدوار خاصة، تؤدي أدوار خاصة. لكن ليست، لا يعني أن نقول جامعة بحثية أنها هي أرقى وأفضل من الجامعات الأخرى، لأن الجامعات الأخرى أيضا لها دور، ودور مهم في بناء المجتمع، فهو دور تكاملي. يعني الدور العلاقة بين الجامعات البحثية والجامعات التقليدية هو دور تكاملي وليس دور تنافسي. يعني هذا الذي ينهي عملية الصراع، أنه الدور يجب أن يكون تكاملي وليس دور يعني صراع بين جهتين. طيب، المهم لا أريد أن أطيل في هذه، باعتبار أعطينا الفكرة، لأني الإخوة سيتكلمون عن هذا بتفصيل أدق وأكبر، لكن أنا سأتكلم عن التجربة الماليزية. طيب، هذه كلها أنواع الجامعات، لا نريد أن أدخل فيها لأنه طيب. الجامعات البحثية هذه واحدة من القضايا أيضا المهمة التي يجب أن نتعرف عليها، أن هناك فلسفات مختلفة كيفية أداء الجامعات البحثية بأدوارها. يعني الجامعة البحثية ستقوم بدور،
فما هي هذه الفلسفة؟ كيف نقوم بهذا الدور؟ هناك يعني أكثر من فلسفة، لكن أشهرها هذه الفلسفة الأولى التي هي تحصيل المعرفة عن طريق البحث العلمي فقط. هنا في جامعة في ماليزيا، جامعة علوم طبية، يقومون بتحصيل المعرفة كله عن طريق البحث العلمي، بمعنى حضور الطالب إلى الفصل، رغم أنها جامعة طبية، حضور الطالب إلى الفصل هو يقوم لإثبات أنه قام بتحصيل المعرفة. أما تحصيل المعرفة كله يكون عن أداء مجموعات تقوم بورشات عمل وتحصل المعلومات من آخر البحوث المنشورة، وتقوم بتحصيل المعرفة، ثم يذهبون إلى الفصل أو إلى الجامعة لإثبات حصولهم على هذه المعرفة. طيب، يعني هذه الفكرة من تحصيل المعرفة عن طريق البحث العلمي. أما إذا كانت هذه الفكرة عن طريق البحث العلمي فقط، فنحن سنقوم بهذين الدورين، إما ماجستير ودكتوراه، وإما الإشراف والتصديق على أفراد الأبحاث، يعني هذا بوست دكتوريت فور اكزامبل ريسيرش وما شابه من ذلك. أما الثانية الأخرى التي استخدام تقنيات البحث العلمي في عملية التعليم، هذا هو المثال الذي أنا أعطيته. هذه هنا في جامعة علوم طبية تقوم بهذا الدور، عندهم بكالوريوس، عندهم ماجستير، عندهم دكتوراه، وفي هذه المراحل كاملة تحصيل المعرفة يكون عن طريق البحث العلمي. فهؤلاء يمتلكون جميع مراحل التعليم، يستخدمون تقنيات البحث العلمي في تحصيل المادة العلمية وإنتاجها. وهذا النوع أثار صراع، يعني هذا القصد. لماذا؟ لأنه إذا قلنا الجامعات العلمية أو البحثية هي التي تقوم بتحصيل المعرفة عن طريق البحث العلمي، وعندهم ماجستير ودكتوراه فقط، أو هذا بوست جراجويت بوست دكتوريت، فإذا السؤال ما فرقهم عن الجامعات الأخرى؟ لذلك جاءت هذه المجموعة الأخرى التي استخدموا هذه التقنيات الأخرى، استخدام تقنيات البحث العلمي في عملية البحث، فجاءوا بجميع المراحل. قالوا لا، نحن بجميع المراحل، ونحن جامعة بحثية، لأننا نقوم بتحصيل المعرفة ليس عن طريق الفصل الدراسي، وإنما نقوم بتحصيل المعرفة عن طريق البحث العلمي. لذلك نحن جامعة بحثية. لذلك قلت لكم، يعني عندما ذهبنا إلى الوزارة كان هذه القضية يعني عندهم. لماذا؟ لأن الجامعات الماليزية كلها قدمت على أن تحصل على هذا RU، يعني Research University. ويعني هذه القضية التي، طيب، أهمية الجامعات البحثية الأخوة سيتكلمون عنها بالتفصيل، لا أدخل فيها لأني سأستغل وقتي عن الجامعات الماليزية البحثية، لكن هذه نظرة عامة. اكتشاف المعرفة، معرفة جديدة، توفير مصادر دخل للجامعة وللبلد، تطوير عقلية التفكير عند الأفراد، تطوير المجتمع الإنساني، التنافس مع الآخرين في ميادين الحياة. يعني عموما هذه الجامعات، يعني هذه في أيام كورونا هذه الجامعة يعني قامت بدور، جميع جامعة هذه هوبكنز، دور كبير جدا في قضية جائحة كورونا، في الأبحاث والتوعية وغيرها وما شابه ذلك، وهي جامعة بحثية. طيب، هذه طبعا أيضا ممكن الأخوة بعد ذلك يتكلمون عنها، لكن هذه يعني أهمية استخدام البحث العلمي في عملية التعليم، بمعنى أنه الطالب كيف يقوم بتحصيل المعرفة؟ البحث والتقصي، يستخدم عملية التحليل والنقد في تنقية المعلومة. الكتاب الدراسي لا يقوم بهذه العملية. الكتاب الدراسي أنت تأتيك فكرة، الكتاب فيه فكرة، فأنت تأخذ الفكرة الموجودة في الكتاب. أما طريق البحث العلمي، الطلبة يجمعون المعرفة وهم يقوم بعملية التحليل والنقد. ولذلك في الجامعات البحثية قد يكون طالبان تخرجا في نفس المرحلة، لكنهم يمتلكان معلومات قد تكون مختلفة. لماذا؟ لأن كل واحد منهم قام بعملية تحليل ونقد ووصل إلى نتيجة عن طريق عملية البحث. وإذا كانت الكل باحث والكل يصل إلى المعلومات عن طريقة البحث، فبالتالي قد تكون النتيجة غير متشابهة، وخصوصا في العلوم الإنسانية. ربما في العلوم الهندسية أو في العلوم الطبية أو في العلوم يعني العلوم الصرفة ربما تكون النتائج واحدة، لكن في العلوم الإنسانية طبعا هذا الشيء يعني يكون مختلف تماما.
ايضا البحوث الميدانيه، الطالب يقوم يعني اغلب الوقت خارج الفصل. المهم يعني لا يهمنا كثيرا لانه هذا ليس مجال بحثي، ولكن انا فقط اريد اعطي فكره ما هي الجامعات البحثيه حتى تكون مدخل الى ما ساقوم بالكلام عنه. طيب اذا الان التجربه الماليزيه، وهذا هو محور بحثي لهذا اليوم في الجامعات الماليزيه. البدايه ماليزيا في عام، يعني ارجو من الاخوه التركيز على هذا الامر لسبب بسيط جدا، وهو هل الصوت واضح؟ يبدو الاخوه عندهم، هل صوتي واضح؟ واضح واضح أستاذ معن، واضح، الله يحفظك، تفضل. نعم، لأنه يبدو الأخوة، بعض الأخوة عندهم نعم، طيب حلت المشكلة إن شاء الله، الله الحمد يحفظك. لله إن شاء الله. طيب فماذا عندنا؟ عندنا يعني أرجو من الأخوة التركيز على التسلسل الذي سأقوم به، لأنه حقيقة حدثت قفزة غير طبيعية والأرقام هي التي تقول هذا الكلام. ماليزيا استحدثت منصب عام 1973 اسمه المستشار العلمي لرئيس الوزراء. هذا يقوم بأداء مهمات، هذه المهمات التي يقوم بها المستشار العلمي لرئيس الوزراء: تطوير قطاع التربية والتعليم، دعم البحث العلمي والإبداع والابتكار الصناعي، استقطاب العلوم والمعارف التي يحتاجها المجتمع الماليزي. وبعد ذلك هذه النقاط الثلاثة هي التي ستكون مهمات وواجبات الجامعات البحثية. يعني الجامعات البحثية هي المحاور العامة لها هي هذه المحاور الثلاثة. فعام 1973 بدأت ماليزيا بفكرة تطوير أو استخدام البحث العلمي في إدارة الدولة. استخدام البحث العلمي في إدارة الدولة، هذه يعني العبارة المهمة، أننا نستخدم البحث العلمي في إدارة الدولة. وطبعا واحدة من القضايا الرائعة التي قام بها دكتور مهاتير محمد هو أخرج الجامعات من سيطرة الحكومة. نحن عندنا كل جامعة فيها مجلس الجامعة، مجلس الجامعة هو الذي يقرر القوانين والأنظمة داخل الجامعة. الوزارة، ما هو عمل الوزارة؟ هو الإشراف العام على الجامعات، أما ما يحدث داخل الجامعة فهو من مهمات مجلس الشيوخ أو مجلس الأمناء أو مجلس الجامعة. وكثير من الدول الوزارة هي تشرف إشراف مباشر وكامل على الجامعات. فعندما أخرج الدكتور مهاتير الجامعات من سلطة الوزارة وسلطة الدولة وجعل لها مجلس يقوم بإدارتها، هذا طبعا طور الجامعات الماليزية تطوير رائع جدا. في عام 1992، انظر الآن، من 73 إلى 92 كان فقط مستشار لرئيس الوزراء، لكن في عام 1992 وجدوا أهمية البحث العلمي، فقاموا بإنشاء مؤسسة للبحث والتطوير. يعني صار الآن ليس فقط مستشار لرئيس الوزراء، لا لا، وإنما هذا المستشار قام بإنشاء مؤسسة، وهذه المؤسسة كلها تحت رئاسة الوزراء. وهذه المؤسسة ما أدوارها؟ تقدم التقرير السنوي للحكومة. لماذا؟ انظر الواجبات: يوجه المؤسسات الصناعية والزراعية والأكاديمية إلى الميادين التي يتوجب التركيز عليها في كل سنة. لماذا؟ من أجل تغطية احتياجات البلد والمساعدة على تطويره. فصارت هذه المؤسسة التي هي مؤسسة البحث والتطوير الماليزية، التي هي تحت إدارة مستشار البحث العلمي لرئيس الوزراء، هي التي تقوم بتقرير سنوي. لماذا هذا التقرير السنوي؟ هذه المؤسسة تقوم بأبحاث، بدراسات مسحية وميدانية وما تستوجبه إدارة البلد. نحن في الصناعة ماذا يجب أن نفعل؟ يقومون بأبحاث في الزراعة، في كل الميادين. هذا التقرير يذهب إلى رئيس الوزراء، ومن خلال هذا التقرير تقوم مؤسسات الدولة بعمل الخطة للسنة أو السنين القادمة. فصارت البحث العلمي يشارك مشاركة رئيسية فاعلة في إدارة الدولة والتخطيط لها. لذلك هذه القفزة التي صارت في ماليزيا وانتقلت من دول العالم الثالث إلى دول العالم الثاني، إلى دولة واحدة من نمور ماليزيا والتطور الصناعي والتجاري الذي صار فيها، كله بسبب هذه المؤسسة، أو دعونا نقول هذه المؤسسة كانت واحدة من الأسباب الرئيسة التي ساعدت في تطوير البلد.
لماذا؟ لأنه صار السياسي عندما يقوم ببناء خطة، يقوم ببناء خطة على ماذا؟ مبنية على أبحاث علمية قامت بها مؤسسة حكومية تابعة للدولة. فهذه أهمية، يعني عندما نقول لماذا المؤسسات أو مؤسسات البحث العلمي أو الجامعات البحثية مهمة للبلد، لماذا؟ لأنها تساعد في تطوير البلد، وهذا هو المثال. ماليزيا هي المثال. طيب، فهذا التقرير السنوي لمؤسسة البحث يقدم مباشرة إلى المستشار العلمي لرئيس الوزراء، وبعدها يعمم على جميع المؤسسات، ويكون هذا التقرير له ثقل رئيس في مقدار تخصيص ميزانيات البحث العلمي. طيب، بداية التطور الحقيقي في ماليزيا في عام 2007، التطور أنا أقصد التطور الحقيقي للجامعات البحثية وليس للبحث العلمي، للجامعات البحثية. في عام 2007 قامت الحكومة بإنشاء مشروع سمته مشروع الجامعة البحثية. هذا المشروع جاء لماذا؟ لأن هناك مشاريع مشابهة أتت ثمارها في كوريا الجنوبية وفي سنغافورة. فهم رأوا أنه في سنغافورة، في كوريا الجنوبية، رأوا أن هذه الجامعات البحثية أدت دور كبير في تطوير البلد. فقالوا طيب لماذا لا نقوم بإنشاء مشروع مشابه؟ ففي عام 2007 تم إنشاء هذا المشروع لمحاكاة التجربة الكورية والتجربة السنغافورية. في عام 2010 تم إنشاء المجلس الوطني الاستشاري للعلوم والأبحاث. هذا هو المجلس الذي يشرف أو يعطي الصلاحية أو يعطي هذا الـ RU أو الجامعات البحثية، يعني يجب أن تذهب إلى هذا المكان. الجامعات الأولى التي حصلت على الجامعات البحثية جامعة ملايا، جامعة العلوم الماليزية، جامعة العلوم الوطنية، هذه الجامعات الخمسة الأولى التي استطاعت الحصول على جامعة بحثية. طيب، لماذا أنشئ هذا المشروع؟ تطوير ماليزيا في ميادين الحياة المتنوعة، إيجاد مصادر دخل جديدة للبلد، ترويج التعليم في ماليزيا، ترويج اسم ماليزيا عالميا، المنافسة في التصنيع والابتكار، إنتاج فائز بجائزة نوبل، إنتاج وتخريج باحث على مستوى عالمي لإنشاء منشورات بحثية عالية التأثير، تأمين صندوق البحث من الصناعة لجذب أفضل العقول للتدريس والبحث. طيب، انظروا الآن، من هذه كلها تحققت إلا الفوز بجائزة نوبل. يعني كل النقاط الأخرى قد تم تحقيقها، أو دعونا نقول تحقق جزء كبير منها، عدا الفائز بجائزة نوبل، هذا الذي لم يتحقق بعد. أما كل الأخرى، الأهداف الأخرى، ف يعني قد يعني ماليزيا ذهبت فيها إلى يعني مكان بعيد جدا في هذه القضايا. طيب، الآن نأتي إلى ماذا حدث للمشروع. انظر الآن، عام 2010 تساوت ماليزيا مع دولة سنغافورة في مجال البحث العلمي. يعني خلال 3 سنوات، المشروع أنشئ عام 2007، بعد 3 سنوات ماليزيا وسنغافورة تساووا في مجال البحث العلمي. عام 2014 تجاوزت ماليزيا سنغافورة ودول أخرى كانت سابقة لماليزيا. رأيتم كيف؟ مثال، ماليزيا صار عندها في عام 2014 47 ألف بحث علمي، وهو ضعف البحوث في تايلاند. تايلاند قبل هذا كانت تفوق ماليزيا. فانظر، يعني في سنوات قليلة، أتكلم عن 7 سنوات، ماليزيا قفزت قفزات بحيث تجاوزت دول سبقتها مثل سنغافورة في البحث العلمي. مثلا سنغافورة عندها في عام 2014 34 ألف بحث علمي، مع العلم في 2007 سنغافورة كان عندها ضعف عدد البحوث. يعني في 2007 سنغافورة تقوم بإنتاج ضعف البحوث في ماليزيا. بعد 7 سنوات، انظروا، ماليزيا صار عندها 47 ألف وسنغافورة 34 ألف. يعني أرقام، يعني حقيقة أرقام يعني مفرحة، يعني واحد يفتخر فيها عندما يقول أنا ماليزيا. طيب، انظر هذا الرقم. في عام 1996 هناك 89 باحث لكل مليون شخص في ماليزيا.
طيب في عام تجاوز الرقم الآن، هذا يعني هذا يعني هذا البحث كان قبل كوفيد، يعني كان عام 2020، لأنه بعد كوفيد حقيقة أنا ما قمت بمتابعة الأرقام يعني ما الذي حدث في وقتها، لكن حتى عام 2020 تجاوز الرقم، صار 4000 باحث لكل مليون، فانظر الفرق من 89 إلى 4000، الرقم عالي جدا. طيب وهذا القفزة يعني يرجع المراقبون للتربية والتعليم، يقولون هذه القفزة الكبيرة كانت بسبب إنشاء الجامعات البحثية، يعني الرقم تطور بهذا الشكل بسبب إنشاء الجامعات البحثية عام 2007. طيب هناك 3% من ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي خصصت للأبحاث. عندما نقول 3% من الميزانية، يجب أن نعرف أن ماليزيا تخصص 20% من ميزانية الدولة العامة للتعليم سنويا، يعني ماليزيا عندما تقوم بميزانية التعليم، ميزانية التعليم تأخذ بحدود، يعني ما تكون بعض الأحيان 19، بعض الأحيان 20، بعض الأحيان 22، لكن بحدود 20% من ميزانية ماليزيا هي تخصص للتعليم. وبالتالي عندما تقول 3% فتتكلم عن رقم عالي جدا، يعني ليس رقم قليل. لماذا؟ لأنه ميزانية التعليم في ماليزيا هي 20% من ميزانية البلد، وميزانية ماليزيا عالية جدا، يعني ميزانية ماليزيا تفوق 100 مليار دولار سنويا، فالرقم عالي جدا يعني. طيب إضافة إلى ذلك، هناك 1 إلى 1.5% من ميزانية الدولة العامة أيضا تخصص للتعليم، للبحث العلمي، بمعنى أنه البحث العلمي في ماليزيا يأخذ تمويل من 3 جهات. الجهة الأولى 3% من وزارة التعليم العالي، 1 إلى 1.5% من ميزانية الدولة العامة، والثالث هي المؤسسات الصناعية والتجارية والشركات التي أيضا تمول التعليم الآن. يعني هذا لا يهمنا كثيرا، تقرير منظمة التنمية لا يهمنا كثيرا، لكن هذا مستوى الدخل في ماليزيا يعني لا يهمنا الآن. طيب الموقع الحالي عالميا في البحث العلمي، هذا الجي سي آر الذي تحته 148 دولة، فإن ماليزيا تحتل الرقم 18. فانظر القفزة التي صارت في البحث العلمي بعد إنشاء الجامعات البحثية، ماليزيا صارت تحتل المركز 18 من مجموع 148 دولة. طيب لا انظر، لكن سنغافورة لا زالت تتفوق على ماليزيا في حجم الإنفاق على البحث العلمي، يعني من ناحية الإنفاق سنغافورة لا زالت تنفق أكثر من ماليزيا كإنفاق، لكن كبحوث علمية ماليزيا أكثر من سنغافورة بكثير. لماذا؟ بسبب الجامعات البحثية، لأن الجامعات البحثية في ماليزيا صارت كثيرة، يعني عدد الجامعات البحثية في ماليزيا كثير، وهذا يعني مخطط بياني، هذا الخط الأحمر اللي هو ماليزيا، انظر أين كانت في عام 1996 وفي عام 2011 أين ذهبت، يعني انظروا التطور الذي حدث في الجامعات البحثية، وانظروا من عام 2008 الخط كيف ارتفع بشكل أفقي إلى الأعلى بسبب هذا. ماذا؟ لأنه من 2008 تم إنشاء الجامعات البحثية، فمباشرة ماليزيا قفزت إلى الأعلى، يعني صار الصعود في الخط البياني بشكل أفقي إلى الأعلى، فماليزيا يعني تفوقت على كثير من الدول في قضية البحث العلمي. طيب هذا أيضا يعني واحدة من القضايا التي يعني تحسب إلى الحكومة الماليزية، هو تغيير الاقتصاد أو الخطة الاقتصادية. فأول ما بدأت ماليزيا كانت الخطة الاقتصادية هي الخطة الزراعية، يعني ماليزيا تعتمد على الزراعة، ثم بعد ذلك بعد عام 86 هم عملوا هذا الناشونال ساينس بوليسي، فصارت ماليزيا
مبنية على الاقتصاد التصنيعي، اقتصاد التصنيع. لكن في عام 1990 تغيرت القضية، فصار الاقتصاد يبنى على knowledge based economy. فانظر التغيير، يعني كانوا يعتمدون على الزراعة ثم على التصنيع، بعد ذلك قال لك لا، هذه فوضى. ايش تصنيع، ايش زراعة؟ العلم يجب ان يكون هو الذي يبنى الاقتصاد على المعلومات، على العلوم. وهذا طبعا حتى تبني اقتصادك على المعلومات وعلى العلوم، فاذا يجب ان يكون عندك جامعات بحثية، عندك مؤسسات بحثية كبيرة. وهذا الذي حدث، يعني بعد عام لانه كما قلنا 1992 93 انشأوا هذه المؤسسة التي تقوم بالإشراف على البحث العلمي. فإذا الآن هذا التغيير الذي صار، المؤسسات البحثية صارت هي التي تساهم في إدارة اقتصاد الدولة. نهضة البحث، أنا طبعا أمشي بعجالة بسبب الوقت، و يعني حتى نعطي مجال يعني لبقية الباحثين يأخذون وقتهم أيضا. في عام 2015 أعلنت مؤسسة توماس رويترز أن ستة علماء ممن يحملون درجة الأستاذية في ماليزيا هم من أفضل العقول العلمية تأثيرا في العالم. هذا معامل التأثير في البحث العلمي. فتصور أنت عندك يكون ستة من علمائك يكونون من أفضل العقول العلمية تأثيرا في العالم، وهذا طبعا شيء ليس قليل، يعني هذا شيء يعني جيد جدا. طيب عندنا براءة الاختراع، فانظروا براءة الاختراع. براءة الاختراع في عام 2013 242 براءة اختراع لكل مليون شخص في عام 2013، مقارنة بالسبعينات والثمانينات كانت عندهم بعض الأحيان واحد أو صفر. يعني في السبعينات في الثمانينات في ماليزيا كان الطلب براءة الاختراع يكاد يكون واحد أو صفر، لكن في 2013 صار 242 براءة اختراع لكل مليون شخص. وماليزيا طبعا الآن 35 مليون، فتتكلم عن أكثر من 1000 براءة اختراع سنويا. وهذا طبعا يعني يعطي في 2013 معناه أنه بعد 2007 بعد إنشاء الجامعات البحثية، فزادت عمليات براءة الاختراع بشكل واضح جدا وملموس. هذا يعني كل هذه الأرقام تعطينا فكرة أنه كيف الجامعات البحثية تستطيع أن تقوم بتطوير البلد في جميع جوانب الحياة. ماليزيا الآن ذات الدخل المتوسط الأعلى في هذا المجال. يعني إذا نقارن براءات الاختراع مع الدول متوسطة الدخل، فماليزيا هي الأعلى. طيب انظر لك الآن في عام هذا، طبعا لأن هذا كما قلت لكم 2020، البحث هذا تم كتابته 2020، بعد 2020 لم يتم التحديث. ارتفع طلبات براءة الاختراع إلى ما يقارب من 17% في العامين الماضيين، يعني عام 2019 2020 ارتفعت إلى 17%. تتصور الرقم؟ رقم عالي جدا حقيقة، يعني أرقام عالية جدا. يعني عندما تفكر أنه 17% يقدمون براءات اختراع، شيء عظيم جدا يعني. وهذا بسبب ماذا؟ كله بسبب الجامعات البحثية، يعني هذا المشروع قام فعلا بتطوير البحث. طيب هل هناك آثار عالمية لهذا المشروع؟ نعم، في عام 2016 تم إنجاز 27 ألف بحث تعاوني مع جامعات من 179 بلد في العالم. تصور الآن العقول الماليزية صارت تتواصل بسبب هذا المشروع، صارت تتواصل مع 179 بلد مختلف، وقامت بإنجاز 27 ألف بحث مشترك مع جامعات العالم. يعني بمعنى أنه صارت شبكة التواصل الماليزية تمتد مع كل دول العالم، مع كل جامعات العالم. يعني لا توجد جامعة في العالم إلا وماليزيا لها تواصل معها في مجال البحث العلمي. أكثر الجامعات تعاوناً مع ماليزيا كانت من المملكة المتحدة وأستراليا، ونحن كما نعرف أن المملكة المتحدة وأستراليا يعني دول متطورة في قضايا البحث العلمي والتصنيع وما شابه. هذه يعني سكوبس قالت أنه أكثر البحوث التعاونية التي حازت على اقتباس
هي التي كانت بين الجامعات الماليزية والجامعات السويدية والبرازيلية. يعني البحوث التي أنتجتها الجامعات الماليزية مع الجامعات السويدية والجامعات البرازيلية هي كانت من ضمن أكثر البحوث التي حازت على اقتباس. فتتكلم عن سكوباس تقول أن أكثر البحوث عندي التي حازت على اقتباسات هي البحوث التي قامت بها الجامعات الماليزية مع الجامعات السويدية والبرازيلية. يعني معنى ذلك أن هناك فعلا قفزة كبيرة عظيمة، البحث العلمي الماليزي صار يتكلم على مستوى عالمي. طيب انظر تأثير هذا المشروع أيضا على المجتمع. هناك هذه جامعة USM، جامعة العلوم الماليزية، أستاذ قامت معد، بتطوير. عفوا عفوا أستاذ معد، بس الوقت يعني لم يتبقى لنا الكثير، بارك الله فيك، إن شاء الله أنا خلص، يعني بقي عندي قليل. جزاك الله. تطوير استزراع المحار للسلاك المحلي بنسبة 1600 رينجت للسماك الواحد. يعني تصور، هم قاموا بمشروع لاستزراع المحار المحلي. هذا المشروع أدى إلى أنه كل سماك، كل عامل في السمك سماك، زاد عنده 1600 رينجيت رينجت في الشهر، في السنة تكون 10,000 رينجيت. فهذا جاء مشروع عن طريق الجامعات البحثية أيضا. يعني هذه هذا مثل واحد من المشاريع. جامعة يوكيم عملت مشروع بحثي، استطاعت أن تقوم بتطوير 1500 أم عيلة. يعني أم عيلة معناها هي الأم ما عندها زوج، زوجها مات أو مطلقة، وقامت بعمل مشروع بحثي قام باستقطاب 1500 أم. المهم كثيرة. هذه مؤسسة فيلدا، هذه طبعا مؤسسة ريزدا. هذه لو نريد، يعني عندي صديقي دكتور أحمد قام بعمل على تطور مؤسسة فيلدا، شيء لا يصدق. مؤسسة فيلدا حاليا بدأت من الصفر في الستينات من القرن الماضي. الآن مؤسسة فيلدا تقوم بإدخال 70 مليار رنجيت سنويا إلى ماليزيا. يعني تتكلم عن 15 تقريبا مليار دولار سنويا هذه المؤسسة تدخل إلى الحكومة الماليزية. وهذه المؤسسة تطورت كلها بسبب بفضل البحث العلمي. ويعني ليس لأنه ما عندنا وقت الكلام عنها، لكن تتكلم عن مشروعات ضخمة جدا استفادت من البحث العلمي. طيب يو بي ام أصبحت الأولى آسيويا و47 عالميا. يو بي ام هي الجامعة الزراعية في ماليزيا، صارت بسبب هذا المشروع صارت الأولى في آسيا في مجال التطوير الزراعي، و47 عالميا. وفي مجال زراعة زيت النخيل صارت الأولى عالميا. تصور المشروع أن يأخذ لك واحدة من الجامعات في مجال البحث الزراعي يجعلها الجامعة الأولى في العالم. هذا هو تأثير هذه الجامعات. طبعا هناك يعني هذا مشروع باليو اس ام أيضا، تقنية الأغشية تساعد على نظافة الأنهار. هذا الأمم المتحدة اعتمدته كمشروع عالمي تستخدمه الأمم المتحدة في الدول النامية. وهو مشروع قامت به جامعة اليو اس ام تحت مشروع الجامعات البحثية. طيب فإذا هي غايتنا ليس فقط كثرة الأبحاث، ولكن ترجمة البحث العلمي إلى معان ذات قيمة للمجتمع الماليزي والعالمي. هذا هو الشعار الذي رفعته مؤسسة البحث العلمي الماليزية. تقول غايتنا ليس كثرة الأبحاث، وإنما أننا نقوم بترجمة البحث العلمي إلى قيمة ماليزية. المهم يعني الوقت، أنا أريد أن أتوقف لأنه لا أريد أن أخذ من وقت الأخوة الآخرين. ولكن الآن مثلا هذه واحدة من القضايا، ماليزيا في علامة حلال، هذا للأغذية الإسلامية، فعلامة أو هذا ماركة أو ماذا، رمز حلال الماليزي يعتبر الأول عالميا، وأيضا هذا كله بسبب البحث العلمي. فإذا هذا هو الذي نقوله في ختام هذه المحاضرة. الأزمات قد تدخل الشعوب في متاهات مظلمة، لكن البحث العلمي هو مصباح من المصابيح التي تساعد الأمم على الخروج من أزماتها. فالبحث العلمي مهم جدا، والجامعات البحثية واحدة من أسباب تطور ورقي المجتمعات. أتوقف هنا حتى لا أخذ وقت الآخرين. شكرا لكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا شكرا أستاذ معاذ، بارك الله فيك على هذه المحاضرة الرائعة، جزاك الله عنا كل خير. نعم أحبتنا الكرام، ننتقل مع حضراتكم إلى بحثنا الثاني ومشاركتنا الثانية لسعادة الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي. والأستاذ أكرم محمد زكي أستاذ في قسم أنظمة المعلومات في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وله العديد من المؤلفات والبحوث والكتب المنشورة في مجال تقنية المعلومات، وعنوان المشاركة الجامعات البحثية. نعم سعادة الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي، لكم الصلاحية كاملة، فتفضلوا بارك الله فيكم. تفضل سعادة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا أشكر القائمين والمنظمين لهذا البرنامج المميز وهذه الأمسية العلمية المباركة، وأشكركم على دعوتي بين هذه الكوكبة من العلماء والخبراء، وعلى ثقتكم بي لأقدم بعض المقتطفات حول الجامعات البحثية وأهميتها ومواصفاتها وأخلاقياتها. اسمحوا لي أن أشارك بعض الشرائح حول الموضوع. الجامعات البحثية، ما هي الجامعات البحثية؟ الجامعات البحثية هي تلك الجامعات التي تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والابتكار والريادة، وتسعى جاهدة للمساهمة في تطوير المعرفة والتكنولوجيا في مجالات متعددة. ما هي أهمية الجامعات البحثية؟ تقوم الجامعات البحثية بنقل المعرفة أو إنتاج معرفة جديدة من خلال الأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي، وتساهم في تطوير حلول جديدة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما تعمل الجامعات البحثية على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الخبراء والموارد التكنولوجية اللازمة لتطوير الصناعات ودعم الابتكار وريادة الأعمال. أيضا من أهمية الجامعات البحثية حيث أنها تساهم في تطوير المجتمع المحلي والعالمي من خلال الشراكات سواء مع الحكومة أو مع الصناعة أو مع المجتمع المحلي، وتقدم الخدمات لهم والمشاركة في حل المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. تعتبر الجامعات البحثية ركيزة البحث العلمي، ففي الدول الصناعية المتطورة تعتبر الجامعات البحثية هي المركز الأساسي للبحث العلمي، إذ تقدم هذه الجامعات البيئة المثالية والموارد اللازمة لتحفيز البحث العلمي وتطوير المعرفة والابتكار في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية والصناعية. ما هي مواصفات الجامعات البحثية؟ تتصف الجامعات البحثية بعدة مواصفات. أولاً، تعتبر الجامعات البحثية ذات برامج بحثية قوية، فتتطلب هذه الجامعات أن تحوي على برامج دراسية متقدمة في مجالات متعددة، وتوفير البيئة التحتية والموارد الضرورية لدعم البحث العلمي. كما أنها هذه الجامعات البحثية من مواصفاتها التعاون مع الصناعة، حيث أنها تسعى إلى بناء شراكات مع الصناعة والحكومة والمؤسسات المحلية من أجل تحقيق تطبيقات عملية للبحوث العلمية. كما أنها تتصف هذه الجامعات البحثية من النشر العلمي للبحوث، حيث أنها تهتم بنشر نتائج أبحاثها في المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات الأكاديمية، مما يساهم في تبادل المعرفة ونشر الثقافة العلمية. أيضا تتصف بتركيزها على الدراسات العليا، حيث أنها تركز على برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، حيث أن برامج الدراسات العليا هي الركيزة الأساسية والمحرك الرئيسي للبحث العلمي. كما أنها تتصف أي الجامعات البحثية من هيكلية تحفيزية، فتشجع الجامعات البحثية على الإبداع والابتكار من خلال توفير بيئة تحفيزية للباحثين والطلاب، مثل الحوافز والمنح والجوائز والدعم المالي والمعنوي الأكاديمي والبحث العلمي. أخيرا، تركز هذه الجامعات البحثية على براءات الاختراع، حيث أنها الجامعات البحثية تركز على تسجيل براءات الاختراع أكثر من تركيزها على النشر العلمي،
حيث أن براءات الاختراع يمكن أن تتطور لتصبح منتجات عملية على أرض الواقع. الآن كيف تتحول الجامعة من جامعة تقليدية إلى جامعة بحثية؟ تحتاج هذه الجامعات التقليدية إلى اتباع خطوات معينة. أولا، عليها دعم البحث العلمي والتطوير داخل الجامعة من خلال توفير الموارد اللازمة لدعم الأبحاث والمشاريع البحثية. أيضا عليها جذب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المميزين، وتوظف باحثين وأعضاء هيئة التدريس أكفاء وذوي خبرات عالية في مجالات متنوعة. أيضا على الجامعات التقليدية من تحسين البيئة التحتية وتحديث المختبرات والمرافق البحثية وتوفير التكنولوجيا اللازمة. أيضا على الجامعة التقليدية عليها تعزيز ثقافة البحث والابتكار داخل الجامعة. عليها التشجيع المستمر، توفير الحوافز وتوفير الفرص للطلاب للمشاركة في الأبحاث والمشاريع العلمية. وعليها الاستثمار في التعليم العالي وبناء قاعدة عريضة من الدراسات العليا بمختلف التخصصات. وأخيرا عليها أي الجامعات التقليدية من تشجيع الشراكات مع الصناعة والحكومة، من تعزيز هذه الشراكات مع القطاعات الصناعية المختلفة والحكومة والمجتمع المحلي لنقل الخبرة وتبادل المعرفة وحل المشكلات. من أهم التحديات التي تواجه الجامعات البحثية، أكبر مشكلة تواجه الجامعات البحثية هو التمويل، حيث يعد التمويل أكبر تحدي تواجه الجامعات البحثية، حيث أن البحث العلمي يتطلب تكاليف عالية لشراء المعدات والمواد وتمويل الأبحاث في ظل المنافسة، حيث أن الجهات التي تقدم على طلب التمويل تزداد بشكل كبير، مما يجعل حدود للتمويل ويجعل هناك محدودية في الميزانية، فيصبح من الصعب على الجامعات تأمين التمويل اللازم لأبحاثها. من التحديات الأخرى هو التوافق بين التعليم والتدريس من جهة، وبين البحث العلمي والنشر العلمي من جهة أخرى، مما يشكل أحيانا عدم التوازن في حياة الأستاذ الجامعي. بالنسبة للتوافق بين التدريس والتعليم من جهة والبحث العلمي من جهة أخرى، يمكن تحقيق هذا التوافق من خلال دمج البحث العلمي في المناهج التدريسية، وخاصة مناهج الدراسات العليا والبرامج الأكاديمية الأخرى. مثلا يساهم كجزء من المحاضرة وكجزء من المادة الدراسية من دمج البحث العلمي من خلال الاستبانات، من خلال المقابلات، من خلال التجارب، حيث يتمكن الطلاب من المشاركة في أنشطة البحث واكتساب المهارات البحثية من خلال تجارب العمل العملية داخل الفصول الدراسية. بالنسبة لموضوع التمويل، من المساهمات التي يمكن أن تقلص موضوع وتحدي ومشكلة التمويل هو تنشيط العلاقة بين الجامعات البحثية وبين الصناعة. فعلاقة الجامعات البحثية بالصناعة تعتبر مهمة جدا. يمكن للصناعة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والموارد البحثية التي تتوفر في الجامعات لتحسين المنتجات والعمليات الصناعية. فالصناعة تحدد المشكلات الفعلية على أرض الواقع وتدعم وتمول البحوث العلمية لحل هذه المشكلات، بينما تقوم الجامعة بحل المشكلات على أرض الواقع من خلال التجارب، من خلال الاستبانات، وتحصل على التمويل اللازم من قبل القطاع الصناعي، وبالتالي استدامة البحث العلمي داخل الجامعة. بالإضافة إلى التمويل وحل المشكلات، تسهم العلاقات بين الجامعات البحثية والصناعة في تبادل المعرفة، فتبادل المعرفة ونقل الخبرة بين الأجيال من الأهمية بمكان. فتسهم هذه العلاقة في تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين، مما يعزز التطور التكنولوجي والابتكار في الصناعة. كما يسهم القطاع الصناعي في تدريب الطلاب، فكثير من الطلاب يذهبون لمدة فصل دراسي قبل التخرج في الشركات الصناعية والمعامل والمصانع ليحصل التدريب بشكل فعلي على أرض الواقع. إذن العلاقة بين الجامعات وبين الصناعة أيضا تساعد على تدريب الطلاب. أيضا تسهم الجامعات البحثية في دعم وتعزيز الابتكار والريادة في الصناعة من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجامعات البحثية تسهم في خدمة المجتمع، حيث تقدم خدمات استشارية متخصصة للمجتمع المحلي والحكومات المحلية والشركات، مثل الدراسات والتحليلات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات العامة. وتشارك الجامعات البحثية في مشاريع التنمية المحلية والاجتماعية، مثل تطوير المناطق الريفية وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل المحلية. كذلك تساهم الجامعات البحثية في الاقتصاد، حيث تعمل الجامعات البحثية على تطوير الموارد البشرية عن طريق التدريب وتأهيلها لسوق العمل. وتعمل الجامعات البحثية على استحداث فرص عمل جديدة، وتشجع الجامعات البحثية على الابتكار وتنمية روح ريادة الأعمال. وأخيرا تعمل الجامعات البحثية على تعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي والحكومي والمجتمع المحلي. من أمثلة مساهمة الجامعات البحثية في حل المشكلات، من أمثلة هذه المشكلات أولا مشكلة تغير المناخ والتدهور البيئي، حيث أنه يعد من أكبر التحديات التي تواجه العالم بشكل عام، والتي يمكن للجامعات المساهمة في البحث العلمي لفهم أسباب تغير المناخ وآثاره المحتملة، وبالتالي محاولة تقليص هذه الآثار. أيضا من الأمثلة، يمكن للجامعات البحثية أن تعمل على تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، مثل طاقة الرياح، مثل الطاقة الشمسية، مثل الطاقة الحرارية، بالإضافة إلى البطاريات المتطورة وتقنيات تخزين الطاقة. كما يمكن للجامعات البحثية العمل على مشاكل الأمن الغذائي، والعمل على تطوير طرق زراعية مبتكرة، مثل الزراعة العضوية واستخدام الموارد المائية بكفاءة أكبر. كذلك من الأمثلة، تساهم الجامعات البحثية في فهم أسباب الأمراض المعدية وتطوير لقاحات فعالة وعلاجات جديدة، والعمل على تحسين رعاية المرضى وإدارة الأمراض المزمنة. تعمل الجامعات البحثية كذلك على تطوير تكنولوجيات جديدة تحل المشكلات اليومية، مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات إنترنت الأشياء، لتحسين جودة ورفاهية الحياة. وكذلك من الأمثلة، يمكن للجامعات البحثية أن تعمل على تطوير أساليب وبرامج تعليمية مبتكرة تعزز التعليم الإلكتروني والتعليم الشخصي، وتمكين الأفراد من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر. أيضا من الأمثلة، تعمل الجامعات البحثية على تطوير تقنيات لإدارة النفايات بشكل فعال وتحويلها إلى موارد مستدامة بما يخص خدمة البيئة. كذلك من الأمثلة، تساعد الجامعات البحثية في فهم وتحليل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مثل التكنولوجيا الرقمية والعمل والاقتصاد المشترك، وتقديم التوصيات والحلول لمواكبة هذه التحولات بشكل فعال. أخيرا، يمكن للجامعات البحثية أن تعمل على فهم التحديات الثقافية والإنسانية والمجتمعية المختلفة، مثل الهجرة، مثل الصحة النفسية وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي تواجه الناس في أرض الواقع. بالإضافة إلى ما ذكرنا، هناك معوقات للعمل في الجامعات البحثية. فأعضاء هيئة التدريس والباحثين يواجهون بعض الصعوبات، منها الاهتمام أحيانا بالبحث العلمي على حساب جودة التعليم والتدريس، والاهتمام بالكم في بعض الأحيان على الكيف، مما يقلل نوعية نتائج البحوث، فيصبح الغرض هو زيادة عدد الأبحاث وزيادة عدد النشر، وليس الاعتناء بنوعية وجودة البحث العلمي بشكل خاص. ومن المعوقات أيضا الاهتمام ببعض التخصصات على حساب تخصصات أخرى حسب متطلبات جهات التمويل، فأحيانا التمويل يتطلب التركيز على بعض التخصصات وعدم التركيز على تخصصات أخرى. إذا هذه من المعوقات أيضا. ويواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات البحثية ضغوطا كبيرة من حيث متطلبات النشر في المجلات ذات المستوى والتصنيف العالي، والبحث العلمي والحصول على التمويل من جهات التمويل العالمية، مما يشكل ضغط عليهم
فالجامعات تطلب منهم البحث عن تمويل والنشر في المجلات ذات التصنيف العالمي، ما يشكل ضغط على الباحثين وأعضاء التدريس، مما قد يؤثر سلبا على جودة الحياة العملية والتوازن بين العمل والحياة الشخصية. أخيرا في هذه الأمسية أحاول التركيز على أخلاقيات العمل في الجامعات البحثية، فذكرنا تحديات، ذكرنا بعض المعوقات. أخلاقيات العمل في الجامعات البحثية تتطلب أولا الأمانة الأكاديمية. فالبحث العلمي يتطلب الأمانة في التعامل مع النتائج، حتى لو كانت النتائج لا تتوافق مع الفرضيات. أيضا يتطلب عدم التلاعب بالبيانات أو التحريف أو التزوير في النتائج أو السرقات العلمية. إذن أولا الأمانة الأكاديمية، ثانيا الشفافية والنشر العلمي. يجب على الباحثين نشر نتائج بحوثهم بشكل شفاف وواضح لكي يستفيد منها الآخر، فعدم إهمال بعض طرائق البحث العلمي أو القفز عنها. يجب أن يكون النشر متكامل بحيث يستطيع الآخرون الاستفادة منه بشكل كامل، وعدم تجزئة النتائج لغرض الحصول على أكبر عدد نشر ممكن. أيضا من أخلاقيات العمل في الجامعات البحثية المحافظة على حقوق النشر، خاصة الآن مع انتشار الإنترنت والمطبوعات والمنشورات الإلكترونية، مما يساعد ويسهل عمليات الحصول على البحوث. فعلى الباحثين الحصول على المصادر البحثية من مصادرها المعتمدة، وعدم الاقتباس من الآخرين دون ذكر المصادر بشكل كامل، فعليهم نسب الأبحاث إلى مصادرها. أيضا من أخلاقيات العمل في الجامعات البحثية احترام حقوق المشاركين في البحث، واعتماد أسماء كل من ساهم في التأليف دون هضم حقوقهم، وشكر الجهات والأشخاص الذين قدموا المساعدة وساهموا في البحث العلمي بشكل مادي بشكل معنوي، مثلا المختبرات التي قدمت أجهزتها، مثل المراكز الأبحاث التي سهلت الوصول إلى مختبراتها. يجب شكر هذه الجهات، ويجب على الباحثين احترام خصوصية المشاركين في البحوث وضمان حقوقهم وسلامتهم. فأحيانا الطبيب يتعرف على بعض المشاكل الخاصة، أحيانا من يوزع الاستبانة أو يعمل مقابلات مع الضحايا على سبيل المثال يتعرف على بعض المعلومات الخاصة، فعليهم احترام الخصوصية. أيضا من الأخلاقيات التعاون والشراكة البناءة، فيجب على الباحثين تعزيز التعاون والشراكة فيما بينهم من أجل تعزيز البحث والتطوير، فعدم العمل بشكل فردي بل التركيز على المجموعة والتركيز على فريق العمل وتعزيز نقل المعرفة ومشاركة النتائج مع الآخرين. أيضا من الأخلاقيات الإتقان والجودة، فيجب على الباحثين السعي نحو إتقان العمل والمحافظة على الجودة وعدم الاهتمام بالكم على حساب الكيف. من أخلاقيات العمل في الجامعات البحثية استخدام الموارد بشكل مسؤول، يجب أن يتم استخدام الموارد المتاحة والأجهزة بشكل فعال، واستخدام الموارد المالية بمصداقية مع تقديم التقارير المالية اللازمة كما يجب من خلال الاتفاقيات مع مصادر التمويل. أخيرا الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها سواء داخل الجامعة سواء داخل المركز البحث العلمي أو من خلال الاتفاقيات مع جهات التمويل. وشكرا جزيلا، أشكركم على استماعكم إلى هذه المحاضرة، وبارك الله فيكم جميعا. شكرا شكرا سعادة الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي على هذه المحاضرة الرائعة، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، جزاكم الله عنا كل خير. نعم أحبتنا الكرام، ننتقل وإياكم إلى مشاركتنا ومحاضرتنا الثالثة لهذه الأمسية المباركة مع سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى عطية جمعة. والأستاذ مصطفى أستاذ الأدب العربي والبلاغة والنقد الأدبي، وأستاذ بروفيسور في جامعة مينيسوتا الإسلامية الولايات المتحدة الأمريكية، باحث في الإسلاميات والحضارة،
قاص روائي ومسرحي له العديد من المؤلفات، ونشر عشرات البحوث في المجلات المحكمة عربيا ودوليا. وإليكم أحبتنا مشاركته التي بعنوان دور الجامعات البحثية في إنتاج المعرفة. تفضل سعادة الدكتور، لكم الصلاحية كاملة، بارك الله فيك. شكرا لك سعادة الدكتور الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت وعليكم مسموع؟ السلام. نعم واضح دكتور، تفضل حياكم الله. تحياتي إليكم وأثمن كل الجهود الرائعة التي تقوم بها منصة أريد الدولية، وأيضا برنامج سباق الأمم. وعنوان بحثي هو دور الجامعات البحثية في إنتاج المعرفة، التطوير والجودة، روح الفريق، الشراكة المجتمعية. في الحقيقة عندما ننظر إلى مفهوم الجامعات البحثية ريسيرش يونيفرستي، نجد أن المستهدف فيها كما ذكر الأخوان الأساتذة الفاضلان السابقان أن البحث العلمي هو يقع في غايتها الأساسية، وأن الهدف من إنشاء الجامعات البحثية هو التركيز على البحث العلمي بشكل أساسي. مداخلتي ستكون حول واقع التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، وأهمية تبني مفاهيم الجامعة البحثية. طبعا لابد أن نؤكد، لن تكون المشكلة في إنشاء جامعة بحثية، إنما المشكلة في أهمية أن يتحلى الأكاديميون والباحثون بمهارات سكيلز، مهارات البحث العلمي، ومهارات الشراكة المجتمعية، ومهارات روح الفريق، ومهارات التنمية المجتمعية. هذه مسألة في منتهى الأهمية. صحيح أننا استمعنا إلى تجارب رائدة في ماليزيا وفي غيرها من دول العالم عن الجامعات البحثية، ولكن يظل السؤال: كيف يمكن للجامعات العربية والإسلامية أن تطور تجربتها، الجامعات القائمة الآن أن تطور تجربتها وتستفيد من الجامعة البحثية في تطوير إنتاجها المعرفي؟ ليست المشكلة في حشد الباحثين ولا في عدد الأبحاث المنشورة. الإحصائيات التي أمامنا تقول إن العالم العربي ينشر فيه حوالي 400,000 بحث سنويا. تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الأول بنسبة 25%، ثم مصر في المركز الثاني بنسبة 24%، ونجد طبعا تتراوح النسبة من 5 إلى 10% بين دول الأردن ولبنان والعراق وغير ذلك، وهناك دول أربعة أو خمسة نسبتها صفر تقريبا مثل جيبوتي والصومال وغير ذلك. لماذا نقول ذلك؟ نقول لأن المسألة ليست في نشر البحوث، المسألة هي في تطبيق البحوث. ليست المسألة في عدد البحوث الكثير، طبعا وهذا مهم جدا، ولكن المسألة هو هل يمكن للجامعة أن تدخل وتشارك الهم العام وتحل مشكلات الأمة العربية ومشكلات الأقطار العربية والإسلامية؟ هذا هو الأساس. دعونا نركز على أن المستهدف من هذه المداخلة هو أن السادة الباحثين الكرام والأكاديميين الكبار، إذا لم تكن هناك جامعات بحثية فلتكونوا أنتم في جامعتكم وفي أنفسكم جامعات بحثية تضع نصب أعينها أهمية الارتقاء بالبحث العلمي على مستوى الذات الفرد، وعلى مستوى روح الفريق، وعلى مستوى التشارك مع الهموم المجتمعية العامة. مهم جدا أن نعرف أن مفهوم الجامعة البحثية يعتمد على فكرة تكامل التدريس مع البحث والحرية الأكاديمية، والنظر إلى طبيعة البحث العلمي باعتباره ذا نهاية مفتوحة ولا نهائية. لماذا؟ لأننا نسمع ونحن نحكم أبحاث متعددة أن بعض الأساتذة يقولون هذه النقطة أو القضية العلمية قد غطيناها وأغلقناها، وكأنه لا مجال لأن يبحث أحد فيها. وهذه طبعا من الأشياء التي تدل على النرجسية والأنانية عند البعض، أو أن بعض الباحثين يقومون بإعادة إنتاج تراث إنتاج أساتذتهم ما أبدعه أساتذتهم وكتبوه في مؤلفاتهم ويعيدون تقديمه في بحوثهم، وهذه طامة كبرى. لا فائدة من جامعة بحثية إذا لم أجدد وأضيف. ولنعد إلى تراثنا العربي الإسلامي، سنجد أن علماءنا العرب الأفذاذ في تراثنا العربي والإسلامي كانوا يستردون، ومن المسلم به كما نرى في أدبيات التراث العلمي القديم، أن التجربة وأن ما يتوصل إليه العالم هو الأساس،
ويلغي في ذلك كل ما قيل سواء في الفكر اليوناني أو لدى العلماء السابقين. مهم جدا أن نؤكد أن الجامعة البحثية تركز على تكامل التدريس مع البحث، نعم لابد أن يكون هذا، وفي نفس الوقت أيضا فكرة أن لابد أن يكون تعليم الطلاب الدراسات العليا مهارات البحث. لماذا نقول ذلك؟ نقول ذلك لأننا بالفعل عندما نحكم أبحاثا وعندما نجد ماجستير ودكتوراه رسائل نجد أنها فيها من الهزالي والضعف العلمي الناتج عن عدم امتلاك الباحث لمهارات البحث العلمي، لأن نظام التعليم في الجامعات الآن يرتكز على فكرة التلقين والتحفيظ وليس فكرة البحث العلمي النزيه. فلنعد إلى تراثنا العربي ونكتشف أنهم كان من ضمن الأشياء التي يتم التعليم بها أن الطالب يقرأ الكتاب الذي ألفه أستاذه على نفسه، يعني مثلا ابن جني ألف كتاب الخصائص، يأتي طلابه ويقرؤون الكتاب عليه وهو يصحح لهم ويرشدهم ويفقه. ثم بعد ذلك يقوم بعض الطلاب بشرح الكتاب أو باستخدام بعض القضايا في الكتاب وإعادة شرحها أو إعادة تقديمها شرحا أو تلخيصا وما شابه. هذا نوع من التدريب الذي ينبغي علينا أن نستحضره في تراثنا العلمي. مهم جدا أن ندرك أن الجامعات اليوم، وهذا مهم جدا عندما نقول أن هناك 400 ألف بحث ينشر، كم من هذه البحوث يدخل إلى ميدان الحياة العملية ويطبق؟ هذا سؤال، لأن من مهام الجامعة أنها تكون في خدمة المجتمع، والمجتمع لن يتطور إلا بأن يكون الباحث يعيش بين الناس، يعرف مشاكلهم ويحلها. وهناك أفكار كثيرة يمكن أن تطبق وتوفر الكثير من الجهد والمال الذي ينفق بلا جدوى في العالم العربي. يعني بعبارة أخرى، من ضمن مشكلات العالم العربي أن هناك انفصال ما بين صانع القرار، صانع القرار مقصود به اللي هو القرار التنفيذي والخطط في البنية الأساسية والمشروعات وما شابه، وبين ما تنتجه الجامعة. الجامعة في واد وصانع القرار في واد آخر، بل ممكن لصانع القرار أن يستورد أستاذا خبيرا أجنبيا ولديه كوادر وكفاءات محلية لا يستفيد منها. علاقة الجامعة مع المجتمع هي علاقة الجزء بالكل. معنى ذلك إيه؟ أن الجامعة جزء من المجتمع وعليها أن تباشر بحل مشكلات المجتمع. أعطيكم مثالا عجيبا، هل تعلمون أن كيان الصهيوني إسرائيل عندما أنشئ، المعلوم أنه أنشئ عام 1948، والمفارقة أنه أنشئ الجامعة العبرية وهي أول جامعة في إسرائيل أنشئت عام 1925. لا تستغربوا، ولا تستغربوا أيضا أن كان من زوارها أحمد لطفي السيد المفكر المعروف في مصر. المشكلة في ماذا؟ أنهم بدأوا بإنشاء الجامعة لأنهم كانوا قد قدموا من دول أوروبية يعرفون جيدا قدر الجامعة، ويعرفون أن الجامعة هي قاطرة التنمية، توضع فيها البحوث وتوضع فيها الخطط ويستفيد منها المجتمع. هم مجتمع عبارة عن مجتمع مستخدم في غالبيته من أوروبا، وبالتالي هم أرادوا أن يستفيدوا من التجربة الأوروبية. المفارقة أن مؤسس إسرائيل وهو بن غوريون كان يحضر اجتماعات الجامعة بوصفه عضوا وليس رئيسا، لكي يعرف أفكار أساتذة الجامعة وكيف يمكن أن يطوروا المجتمع الإسرائيلي الذي هو قائم على نهب الأرض. هذه قضية طبعا في منتهى الأهمية. مهم جدا أن ندرك أن الجامعة ترتكز في مسألة البحوث ومسألة التعليم على مفهوم الجودة الشاملة، وهذه قضية في منتهى الأهمية، لأن حتى الآن لا يزال فكرة التلقين والتحفيظ للطلاب هي السائدة، ويغيب طبعا فكرة إيه؟ فكرة اللي هو الحوار وفكرة تدريب الطالب ودفعهم إلى البحث العلمي. مهم جدا أن ندرك مفهوم التنمية المستدامة. ما معنى كلمة تنمية مستدامة؟ وهل يمكن تطبيقه في الجامعات البحثية أو الجامعات العربية والإسلامية بشكل عام، الجامعات العلمية بشكل عام؟ طبعا التنمية المستدامة معناها أنك تظل، وأنا عندي كتاب الإسلام والتنمية المستدامة صدر منذ سنوات. مفهوم التنمية المستدامة معناه ماذا؟ هو أنك تظل في حالة تنمية بشكل مستمر مع أحسن استغلال للموارد. يعني أنك لا تكتفي بأن تحدث مشروعا الآن، لا، إنما تظل من مشروع إلى مشروع ومن تنمية إلى تنمية، وهذا لابد أن ينطبق على الجامعة. فالطالب الذي حصل على الدكتوراه ليست الدكتوراه هي نهاية المطاف، بل هي بداية. وحتى في أوروبا وفي فرنسا يقولون عن تعريف شهادة الدكتوراه أنها شهادة إتمام الكفاءة في البحث،
ما معنى ذلك؟ أنك الآن إذا حصلت على الدكتوراه أنت الآن باحث قد امتلكت الأدوات. هيا قدم لنا إضافتك العلمية والمعرفية. للأسف لا يزال حتى الآن الفكر مسيطر، عامل الدكتوراه كأنه عالم وصل إلى نهاية الأمر وينظر إلى أبحاث الأستاذية على أنها مجرد أبحاث تحصيل حاصل سيترقى بها، فأصبح الأستاذ هو الموظف، وأصبحت فكرة أستاذ الجامعة والبحث العلمي أقرب إلى الوظيفة منها إلى فكرة الإضافة العلمية والمعرفية مهمة. فكرة التنمية المستدامة لابد أن تكون راسخة رسوخ العلم في النفوس، لأن لابد أن الباحث يظل في حالة تنمية ذاتية ويدرك أن أبحاثه وأن أفكاره حتى لو كانت في العلوم الإنسانية وليس في العلوم التطبيقية فقط، لابد أن تكون في حالة استمرار مع هموم المجتمع ومع مشكلاته. فكرة التنمية المستدامة هي الوجه الآخر لتنمية الجامعة. ننتقل إلى فكرة التطوير البحث العلمي. كيف نطرح السؤال ونحن نجد أبحاثا مكررة ومتشابهة يستنسخها بعض الباحثين أو يعيدون إنتاجها؟ كيف يتم تطوير البحث العلمي؟ المسألة في بساطة، وقد سئل أحد الأساتذة الأوروبيين عن ذلك، فقال ببساطة: أنت تريد أن تطور البحث العلمي، انظر إلى مشكلات بلدك، مشكلات بلدك أنت، لا تنظر إلى ما يجري في أوروبا وأمريكا. هذه مصيبة، أن الباحث في العالم العربي يقول أنا أنظر إلى الباحثين في أوروبا وأمريكا. نعم، استفد منهم، ها مرة، استفد مما عندهم، تعلم ما عندهم، ولكن عينك تكون منصبة على ماذا؟ منصبة على فكرة تطوير البحث العلمي، تطوير البحث وحل مشكلات المجتمع. يتطور البحث العلمي عندما تقوم بحل مشكلات المجتمع. أذكر أن صديقي الدكتور أحمد الجلادي وهو أستاذ في الجيولوجيا، هذا حضر مؤتمرا، وكان المؤتمر في مصر يتحدث حول ماذا؟ حول الثروات الطبيعية الموجودة في أنحاء مصر الكامنة في الأرض. تذكر فكرة بسيطة جدا، أنه أخذ الأبحاث السابقة والحالية حول مواطن الثروات الطبيعية وقام بعمل بحث عبارة عن خريطة. هذه الخريطة في كل شبر من أرض مصر وضع ما يمكن أن يتوفر فيه من ثروات معدنية وطبيعية، وقال أمام المؤتمرين، وقال: ضعوا إصبعكم على أي مكان في مصر، أي ضع إصبعك على أي مكان وأنا أقول لك ماذا في هذا المكان من ثروات. هكذا تم ربط البحث العلمي بالبحوث السابقة، هذه واحدة. تم ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع، هذه الثانية. تم ربط البحث العلمي بخطط المستثمرين، وهذه سنتحدث عنها لاحقا. مهم جدا أن ندرك أن البعض حتى الآن في العالم العربي يتخيل أن البحث العلمي وأن مسألة الجودة العلمية إنها إيه، مجرد تحصيل حاصل، وأنها نوع من الإنفاق الخدمي. يعني إيه إنفاق خدمي؟ يعني إنفاق كأنك تنفق مثلا على التسلية أو الملاهي أو خدمات للشعب، وليست إنفاقا أساسيا. الفكر في الغرب وفي أوروبا وحتى في سنغافورة وفي ماليزيا هو الإنفاق على التعليم والبحث العلمي هو ركيزة أساسية للتنمية، وهذه مهمة جدا. إنفاق قادم معناه أن تتضاءل ميزانيات دعم الباحث العلمية، وطبعا لا أحد، أنتم تعرفون أكثر مني أن هناك معوقات كثيرة جدا، ويكفي أن الباحث ينشر على حسابه الشخصي بحثه، ويكفي أن الباحثين في العلوم التقنية والطبيعية يستأجرون المعامل ويستأجرون يعني السيارات لكي يذهبوا ويبحثوا بأنفسهم في الصحراء أو في الزراعات وما شابه، كل هذا على نفقته، وإذا وجد دعم فهو دعم قليل ومحدود. مهم جدا أيضا أن ندرك أن مفهوم الجودة البحث العلمية تعني الوفاء بمتطلبات العملية البحثية لتحقيق نوعية الإنتاج، وهذا طبعا يقودنا إلى فكرة ربط المنظومة العلمية بالشركة. ما معنى هذا؟ يعني دائما الكل يتحدث حول ربط هذه المنظومة البحث العلمي مع المجتمع، حلو، ومع الشركات والمصانع، نعم. ماذا يحدث في اليابان أو في أمريكا أو في أوروبا؟ يحدث أن صاحب الشركة أو المصنع تكون عنده مشكلة تقنية، فيذهب إلى الجامعة ويقول لهم: أنا عندي مشكلة تقنية في كذا، أريد باحثا في الدكتوراه أو في الماجستير يأتي ويدرسها ويحلها، وأنا متكفل بدعمه ماديا وبدعمه أيضا على المستوى الشخصي بالمال. هكذا تكون، فبالتالي يصبح كل الباحثين في الجامعات يعملون في المصانع ليس من أجل الأجر، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل أنهم يطورون فيه، فبالتالي هو ملتصق بشكل مباشر بهموم المجتمع فيه. نعود إلى الفكرة التي قلتها منذ قليل لكي نعمقها أكثر.
فكرة أن الدول تتقدم لا أن نستنسخ أو نأخذ من أبحاث الدول المتقدمة، هذا مطلوب أن نعرفها ونطلع عليها، لكن تتقدم عن طريق ماذا؟ أن أنظر إلى المشكلات المجتمعية التي يعيشها بيئتي وأسعى إلى تطويرها. يعني مثلا عندي في السودان ملايين الأفدنة، أكثر من 300 مليون فدان أرض سمراء، وهناك أمياه لا أخر لها، ومع ذلك السودان يعيش في مجاعة. هل تتخيلون دولة بهذه الاستثمارات الضخمة وهذه الإمكانيات الضخمة ولا يوجد فيها استثمار وتستورد غذاءها، وهي أساسا سلة غذاء العالم العربي بل الإسلامي، هل تتخيلون هذا؟ لماذا؟ لأن هناك طبعا أسباب سياسية وعسكرية وما شابه، أنتم تعرفونها. والأهم أن الباحثين لا ينصبون على حل هذه المشكلات ولا يسعون إلى تطبيقها. مهم جدا أن نعرف أن معايير جودة البحث العلمي تستند أساسا إلى فكرة تشجيع الباحث وتطوير آليات واستثمار نتائج البحث العلمي وربطها مع الواقع. وأيضا طبعا السابقون أشاروا إلى فكرة المؤتمرات وما شابه، هذا مهم جدا. ننتقل إلى فكرة مهمة جدا وهي فكرة تيم وورك أو العمل بروح فريق، بروح الفريق. يعني إيه روح فريق؟ طبعا للأسف مما هو شائع في الحياة العلمية العربية المعاصرة فكرة الأنا الفردية، هو أنه أن الباحث يريد أن يعمل بمفرده أو يعمل بمساعد له على الأكثر، وهذا طبعا يؤدي إلى يعني كارثة، لأن هناك كثير من القضايا تحتاج إلى فريق بحثي 5 أو 6 أو 10 4 7. لماذا؟ لأن كل فريق هناك عضو فيه يحمل تخصصا ما، ومن خلال هذه التخصصات تتكامل المعرفة حتى في منظور الفقه. يعني حتى في الفقه الآن لا يعد هناك الفقيه الذي يعرف كل شيء، لا، الآن الاجتهاد المعاصر في الفقه يقول ماذا؟ هناك ما يسمى المجمع أو المجمع الفقهي. المجمع الفقهي عبارة عن ماذا؟ أنهم إذا أرادوا بحث قضية في الطب أو في الهندسة أو في العمارة أو شيء، يحضرون أعضاء في الفريق في الطب أو في الكيمياء أو ويجلسون مع علماء الشرع أكثر من عالم، ثم بعد ذلك يتباحثون، يفهم العالم الشرعي من الطبيب القضية ويفهم الطبيب من العالم الشرعي الأحكام الشرعية، ويصلون في النهاية إلى الفتوى. فكرة أن الفقيه الذي يعرف كل شيء وتصب في علوم، هذا لا تصلح مع العصر الآن نتيجة تعقد العلوم وتكاثرها وتعقد الحياة في حد ذاتها. يقودنا أيضا إلى فكرة الاقتصاد المعرفي. ما معنى فكرة الاقتصاد المعرفي؟ الاقتصاد المعرفي هو فكرة أن الآن لم يعد الاقتصاد مقتصرا فقط على الزراعة والصناعة والتجارة، لا لا، هذا أصبح في الماضي أو موجود. نعم طبعا المجتمعات القوية ترتكز إلى ذلك، لا نهمل الزراعة والصناعة، وإنما الموجة الجديدة ليست الآن منذ عقود، هي الاقتصاد المعرفي، هي على قدر ما تنتج أنت من أفكار واختراعات تقوم بتسويقها، هذا يفيد المجتمع. والمثال على ذلك مثال شهير، لو عندي طن من الحديد، هذا الطن لو أنتجته مسامير سيعود علي، مثلا هذا الطن سيجعلني أربح $1000، ولو أنتجته دبابيس سيجعلني أربح 1500 دولار، ولو دخل في صناعة الصواريخ سيجعلني أربح أكثر من $100,000، ولو دخل في صناعة الموبايلات وما شابه سيجعلني أربح أكثر من $1,000,000، ولو دخل في صناعات الفضاء وفي تقنيات الفضاء سيجعلني أربح 10 ملايين دولار. ما المتغير في هذه القضية؟ والعلم والمعرفة، وما الثابت هو طن الحديد. فإذا هذه المعرفة ثمنها مال الآن، بدليل أن أنت عندما تشتري الهاتف المحمول، هذا الهاتف الذي بين يديك في أكبر كمية من تكلفة الصناعات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 إلى $30، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الصين، لأن قالت أنني سأنتج هاتفها $100 تكلفته عليها في حدود 20 إلى $30، يباع لنا الآن بـ1000 دولار. لماذا؟ عندما تسأل الشركة يقول ببساطة أنا أبيع لك المعرفة، إن لم يعجبك فلا تشتريه، لكنك أنت في حاجة إلى هذا الهاتف. فالاقتصاد المعرفي هو اقتصاد قائم على هذه الفكرة. الهاتف الذي بين يديك لم يخترعه واحد، إنما اخترعه فريق. فيسبوك لا يوجد فيها شخص واحد يطور، إنما هناك آلاف مؤلفة تعمل خلفه من أجل ترويج البرمجيات وحمايته وما شابه. هنا نستحضر روح الفريق
في التطوير الصناعي والتطوير الإبداعي والتطوير المعرفي، ونستحضره أيضا ينبغي علينا في مسألة مهارات التفكير العلمي ومهارات الاتصال ومهارات البحث العلمي. مهم جدا أن ندرك أيضا أن فكرة الشراكة المجتمعية وقد أشرنا إليها بشكل مسبق، ولكن حرصا على الوقت دعونا نعمقها أكثر. الشراكة المجتمعية، وأنا أدعو كل باحث وباحثة أيا كان تخصصه إلى أن ينظر إلى المجتمع الذي يعيش فيه، بعيدا عن ما يسمى البرستيج الجامعي بأنه أستاذ في الجامعة أو باحث أكاديمي. لا، الباحث الأكاديمي هو الذي ينزل إلى واقع الناس ويتعرف مشكلاتهم ومن ثم يقوم بحلها. وهناك عشرات النماذج والأمثلة في عالمنا العربي من الأساتذة الذين نزلوا إلى الحياة، إلى البسطاء، واستطاعوا أن يطوروا من حياتهم وأن يحلوا مشكلاتهم بالعلم وبالمعرفة. وهذا طبعا يحتاج إلى مهارات من نوع خاص، يتحلى بها أستاذ الأكاديمي فيتخلى عن البدلة والكرافتة وينظر إلى الناس ويتفاعل معهم ويعرف مشكلتهم في الزراعة، مشكلتهم في الصناعة، مشكلتهم في طلب الرزق وغير ذلك. وطبعا يعني سنجد أمثلة كثيرة، للأسف الوقت يضيق فيها، لكن نستطيع أن نفعل ذلك مع البسطاء من الناس، مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وأيضا مع كثير من الجمعيات في المجتمع. في الحقيقة يعني مهم جدا أن نؤكد على أن الشراكة البحثية لا تكون فقط ما بين الأفراد، إنما تكون أيضا مع مراكز البحث العلمي. نعرف طبيعا جيدة أن مراكز البحث العلمي والجامعات في العالم العربي تعاني من فكرة عدم استقلاليتها في صناعة القرار وعدم استقلاليتها المادية عن الحكومات، ولكن طبعا ندعو إلى مزيد من الفكر. وأنا أعطيكم مثالا لإحدى الجامعات العربية. هذه الجامعة شيء عجيب جدا، لديها مركز بحثي إذا أتته الميزانية مثلا مليون دولار، الحكومة تقول لو أرجعت الميزانية كما هي رئيس المركز سيربح 10% من الميزانية. طبعا رئيس المركز يكون في نهاية العام مشكورا بإرجاع المليون دولار إلى الحكومة كي يحصل هو على 100,000 دولار وليذهب البحث العلمي إلى الجميع. أنا أعطيكم مثالا دون أن أذكر الدولة لأنها مثال مكرر، وهذا يدل على نوعية الأفكار. حتى أستاذ الجامعة لا يفهم هذه القضية. الأصل إلى ختام كلمتي التي أوجزتها، وهي عبارة عن أهمية التحلي بأخلاقيات البحث العلمي، ونستفيد من تجارب الجامعة البحثية في ماذا؟ في تطوير مهارات الباحث، في الانفتاح على المجتمع، في التحلي والعمل بروح الفريق، وفي أيضا في التفاعل مع كل قضايا المجتمع ومشكلاته. التقدم لن يكون بأن أتبع الأجانب فيما يفعلون إنما أستفيد منهم، التقدم يكون بأن أقوم بحل مشكلات بلدي، مشكلات الزراعة والصناعة ومشكلات الإنسان البسيط. جزاكم الله كل الخير وبارك الله فيكم. محدثكم أستاذ دكتور مصطفى عطية جمعة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى عطية جمعة، حياكم الله ونفع الله بعلمكم. نعم أحبتنا الكرام، وفي ختام هذه الندوة العلمية وكما يقال ختامها مسك، إلى مشاركتنا الأخيرة مع سعادة الدكتورة آمنة تاج السر محجوب، والدكتورة آمنة دكتورة الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة، جامعة الخرطوم، كلية العلوم، قسم علم الحيوان، عميد عمادة البحث العلمي بجامعة كسلا. عنوان المشاركة: الجامعات البحثية العمود الفقري لتقدم الدول. تفضلي سعادة الدكتورة، لكم الصلاحية. تفضلي دكتورة، الله يحفظك. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل لمنصة أريد العلمية لإتاحتهم الفرصة للمشاركة في هذه الندوة العلمية بعنوان الجامعات البحثية، وأرحب بكل الضيوف و الحضور بهذه الندوة. عنوان المشاركة في الجامعات البحثية: العمود الفقري لتقدم الدول، تحت عنوان البحوث العلمية أساس تقدم الدول. تعد البحوث العلمية الأكاديمية من متطلبات العصر الحديث، لماذا؟ نظرا لأهميتها وتأثيرها في كافة مناحي الحياة وكافة المجالات الأمنية والصحية
والاجتماعية والعلمية وغيرها، وتتوقف جودة البحوث العلمية على مدى مساهمتها في رصيد العلم العالمي وإمكانية استطاعة البحوث من حل المشكلات العالقة والتخلف والجهل والأمراض المتفشية في المجتمع. وبحسب حاجة البلد للتقدم العلمي والصناعي والزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي وغيرها. الجامعات البحثية تعريف لها هي مؤسسات التعليم العالي التي تركز بشكل كبير على البحث العلمي وتقدم برامج للدراسات العليا هذه وتمتلك مدافع. الأهداف، ويشمل ذلك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل دكتورة، ما زالت صلاحية معك. لاحظت تداخل في الصوت أم الصوت واضح؟ واضح الصوت، واضح الصوت دكتور، تفضل. طيب، نرجع إلى تعريف الجامعات البحثية كما تفضل الزملاء في ذكرها. هي مؤسسات التعليم العالي التي تركز بشكل كبير على البحث العلمي وتقدم برامج للدراسات العليا وتمتلك مرافق بحثية متقدمة. كما تلعب الجامعات البحثية دورا مهما من خلال الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتعزيز اقتصاد الدول. نتحدث عن التخطيط الاستراتيجي للدول. هو عملية يتم من خلالها تحديد أهداف وأولويات الدولة طويلة المدى وتطوير السياسات والخطط لتحقيق هذه الأهداف، ويشمل ذلك تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وهذه جوانب بحثية وتأتي من العمل البحثي. تحديد الموارد المتاحة ووضع خطط للتنمية والأمن والسياسة الخارجية. يحدد التخطيط الاستراتيجي أولويات الدولة ويشكل مستقبلها المنشود. فمحاور التخطيط الاستراتيجي تهتم بالفرص المستقبلية والموارد الحالية، ودائما مستويات التخطيط الاستراتيجي بتبدأ من القومية هبوطا إلى الإدارية، وقد تضم الاستراتيجية الواحدة أكثر من نوع في خططها، ولا يمكن أن يتم التخطيط بدون تنظيم، فيجب أن يكون هناك تنظيم حتى تتمكن الدولة من التخطيط السليم. أنواع البحث العلمي، هنالك 3 أنواع من البحوث: بحوث علمية أساسية وبحوث علمية تطبيقية وبحوث التنمية، وكلها تساهم في التخطيط والتقدم والتطوير بالنسبة للدول. ننتقل إلى أهمية البحث العلمي في نهضة الأفراد. فالفرد هو جزء من المجتمع والمجتمع جزء من الدولة، لذلك يجب على الدول تقديم كل ما هو متاح ومطلوب لإجراء البحوث العلمية التي لها دور أساسي في إنشاء ونشر المعرفة. وتتمثل أهمية البحث العلمي للفرد في عدة جوانب: أولها أداة لبناء المعرفة وتسهيل التعلم. فنجد أن البحث المطلوب ليس فقط للطلاب والأكاديميين، ولكن لجميع المهنيين وغير المحترفين على حد سواء. ثانيا، هو وسيلة لفهم القضايا وزيادة الوعي العام.
فنجد أن البرامج التلفزيونية والأفلام الخيالية وغير الخيالية تعود بالبحوث العلمية. ثالثا، يساعد على النجاح في الأعمال التجارية، نجد أن البحث العلمي بيفيد الأعمال بمختلف أنواعها، فالعديد من الشراكات العديد من الشركات الناجحة هي التي تنتج السلع الاستهلاكية أو عناصر السوق الشامل، نجدها تستثمر في البحث العلمي والتطوير. رابعا، يسمح بدحض الأكاذيب ودعم الحقائق، يتعامل العلماء أيضا مع الأبحاث لاختبار صحة وموثوقية ادعاءاتهم أو ادعاءات العلماء الآخرين، يجب التوثق من ذلك. خامسا، هو وسيلة لإيجاد وقياس واغتنام الفرص، فالأبحاث نجدها تساعد على تنمية إمكاناتهم وتحقيق الأهداف من خلال الاستفادة من الفرص المختلفة. سادسا، يعزز حب القراءة والكتابة والتحليل ومشاركة المعلومات القيمة، فنجد أنه وظيفتا القراءة والكتابة تساعد في الحفاظ على التفكير النقدي والفهم. سابعا أخيرا، هو يوفر التغذية والتمارين للعقل، فيعمل إنتاج البحث العلمي على تحفيز المعلومات والتفكير بشكل نقدي كغذاء للدماغ، مما يسمح لإبداعنا المتأصل ومنطقنا بالبغاء نشطين، وأيضا يساعد في الحفاظ على نشاط العقل ويمنع بعض الأمراض العقلية مثل مرض الزهايمر. فالازدهار الاقتصادي يتطلب تركيز مستمر وطويل الأجل على الجودة والابتكار والتحسين المستمر، هو الكايزن وريادة الأعمال، وهذا يتطلب تحفيز وتسهيل المطالبة بأعلى معايير التميز في البحث العلمي. ننتقل إلى دور البحث العلمي في تقدم الدول. فأهمية البحث العلمي أصبحت أكثر وضوحاً من بين العوامل التي ترتبط ارتباطاً مباشر بالأداء الاقتصادي الجيد للبلدان في القرن الحادي والعشرين. فللبحث العلمي وظائف تجارية لتعزيز أهداف أعمال أي شركة تدار بشكل جيد، فنجد كل الشركات التي تدار بشكل جيد هي تستثمر في البحوث، وذلك لتعزيز أعمال الشركة من خلال إنشاء منتجات تكون أفضل ومبتكرة لتحسين العمليات التشغيلية. وفي أي صناعة سواء كانت قديمة أو ناشئة يجب مراجعة تصميمها ومجموعة منتجاتها باستثمار باستمرار، فنجد كل هذه الشركات التي تراجع منتجاتها فهي في وضع تحسين دائم، وذلك بسبب التغيير والتطوير المستمر للتكنولوجيا بالإضافة إلى المنافسين الآخرين وتفضيلات العملاء المتغيرة كل يوم، وهو أمر غير ممكن بدون برامج البحث العلمي. ولا يقتصر دور البحث العلمي في تقدم الدول في جانب البحوث التطبيقية، بل يتعداه إلى البحوث الأساسية وبحوث التنمية، حيث تكمن أهميته في جمع البيانات، ونجد أن البحوث الأساسية تكمن أهميتها في جمع البيانات عن السكان وثقافاتهم واحتياجاتهم في كل منحة من مناحي الحياة، وتوفير كم هائل من المعلومات التي تعتمد عليها الدول في وضع الخطط الاستراتيجية التي من شأنها تسهيل عمل الحكومات في تقديم الخدمات لجميع المواطنين. ننتقل إلى جانب آخر وهو واقع البحث العلمي في الدول العربية. فبحسب موقع شيماغو، بلغ إنتاج الدول العربية من البحوث والوثائق في المواضيع المغطاة كافة للأعوام 1996 إلى 2020 1,166,997 وحدة، مقارنة بإنتاج تركيا وإيران مجتمعتين، وبلغ 1,365,921، أي أن إنتاج الدول العربية تبلغ 85% من إنتاج هاتين الدولتين، وتصدرت الدول العربية مصر والسعودية وتونس، ومن ثم الجزائر والمغرب لهذه الأعوام مجتمعة. وفي العام 2021، وضمن ترتيب وتسلسل أول 50 جامعة في دول منطقة الشرق الأوسط من الإنتاج العلمي، بلغ عدد الجامعات العربية 22 جامعة، فنجد 6 منها في مصر
5 في السعودية و4 في قطر و3 في الإمارات ولبنان، 3 جامعات وجامعة واحدة في البحرين في تصنيف شيماغو للمؤسسات التعليمية القائمة على الإنتاج البحثي والابتكار والخدمة المجتمعية للتخصصات كافة، مقارنة بمثيلاتها في تركيا 11 وإيران 17 والتي كان مجموع جامعاتهما 28 جامعة ضمن الحد المذكور أعلاه، مع الأخذ بنظر الاعتبار تكرر تسلسلات بعض الجامعات بين البلدان. وعلى مستوى الدول العربية كانت الأعداد لعام 2021 كما هو مذكور في الجدول واحد، حيث ظهرت ضمن أول 50 جامعة 75 جامعة من 7 دول عربية فقط في تصنيف شيماغو أعلى، مع الأخذ بنظر الاعتبار تكرر التسلسلات لبعض الجامعات العربية. وكانت أول 3 دول هي مصر والسعودية ولبنان والتي ظهرت جامعاتها في التصنيف. فالجدول يبين الدول وأعداد الجامعات في كل دولة حسب تصنيف شيماغو. مصر 23 جامعة، السعودية 17، لبنان 6 جامعات، المغرب والإمارات وقطر والعراق 4 جامعات، الأردن 3 جامعات وجامعتان لكل من عمان وفلسطين وتونس، وجامعة في كل من الكويت، البحرين، الجزائر والسودان، مجموع الجامعات 75 جامعة. نجد أن انخفاض الإنتاج العلمي للجامعات يأتي من تدني حجم الإنفاق الحكومي عفوا تدني حجم الإنفاق الحكومي على البحث كما ذكر زميل في عرض سابق، والتطوير سواء كان على مستويات إجمالي الناتج المحلي GDP وGNI أو معيار الرصد أو المخزون القومي NIR، وكل ذلك يحدد قدرات البلد على إنتاج المعرفة والابتكار العلمي. ولا يبلغ الإنفاق العربي على البحث والتطوير نسبة 1% من إجمالي الدخل القومي. لفاصل 2 إلى 0.8% مقارنة 4 إلى 6% في الدول المتقدمة للعام 2021، مما يقلل من إنتاج البحوث ونشرها بشكل مقبول عالميا. وبينت دراسة نشرت في العام 2006 لمنظمة اليونسكو أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية من الإنفاق العالمي بلغت 0.2% بالمقارنة بلغت هذه النسبة في إسرائيل 0.7% وفي الولايات المتحدة الأمريكية 35%، وبلغت نسبة عدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان في الدول العربية 136 باحثا مقارنة مع 1395 باحث في إسرائيل و 2439 باحث في الاتحاد الأوروبي و 4374 باحث في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي دراسة عن واقع البحث العلمي في البلدان العربية أجراها الخطيب في 2020 تبين بأن إجمالي البحوث العربية المنشورة بحسب قاعدة بيانات شبكة العلوم ISI خلال 2008 إلى 2018 كانت 410,549 ورقة موزعة على 22 دولة عربية، وكانت السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب في مقدمة الدول العربية للنشر العلمي، وتعد هذه الحالة غير مرضية مقارنة بالمستوى العالمي كما لاحظنا سابقا الأعداد في الجامعات والإنفاق عليها، أو حتى بالمستوى الإقليمي بالرغم من ثراء بعض الدول العربية، هناك دول عربية ثرية ولكن لا تنفق أو تخصص مال للبحث والتطوير والابتكار. ويظهر جليا ضعف الناتج العربي من أعداد المجلات العلمية العربية المدرجة ضمن مستوعب سكوبس. وفي آخر إحصاء لسكوبس عن المجلات العلمية العربية وأعدادها المدرجة والمعتمدة من قبل سكوبس لسنة 2020 كان مجموع هذه المجلات 289 مجلة بنسبة 0.9% من الناتج العلمي العالمي اللي هو 32,957،
تصدرتها مصر ب 121 مجلة، ثم الإمارات 104 مجلة، والسعودية 22 مجلة، ومن ثم الأردن 12، والعراق 9 مجلات. وبالمقارنة نرى بأن أعداد مثل هذه المجلات لتركيا كانت 222 وإيران 206. في الختام، لمواكبة التطور الهائل والمتسارع في الدول المتقدمة بفضل الاستفادة من البحوث العلمية وتوظيفها التوظيف الأمثل في تطورها وتقدمها، لا بد من إصلاح التعليم العالي والاستثمار في تطوير البحث العلمي وتطوير التدريسيين والباحثين في الدول العربية وكل الدول النامية. مقترحات وتوصيات مقدمة للنهوض بالدول، وخاصة في دولنا النامية: تطوير برامج للابتكار وريادة الأعمال، توفير التمويل الكافي للبحوث، تحديث المناهج الدراسية لتشمل أحدث التطورات البحثية، تحسين نظام التعليم ليشمل مهارات البحث العلمي، تشجيع التعاون بين الجامعات والصناعة، تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، دعم المبتكرين ورواد الأعمال، تطوير البنية التحتية للأبحاث، دعم النشر العلمي المفتوح لتسهيل تبادل المعرفة، الاستفادة من البحوث العلمية وبراءة الاختراع. في الختام، لا يسعني إلا أن أشكر الجميع لحسن الاستماع، ونسأل الله أن يصلح حال بلادنا ويعم الأمن في السودان، ونكون في قائمة الدول التي بها الكثير من الجامعات البحثية. شكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا سعادة الدكتور، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، اللهم آمين يا رب. نسأل الله الأمن والأمان لكل بلاد الإسلام والمسلمين. نعم أحبتنا الكرام، نشكر أساتذتنا الأفاضل على مداخلاتهم ومحاضراتهم ومشاركاتهم الرائعة، وننتقل مع حضراتكم الآن لفتح باب النقاش والاستفسار لمن أحب أن يطرح سؤالا أو يضيف جديدا عما أضافه الأساتذة الأكارم. من أراد أن يشارك فليرفع أداة اليد لإعطائه الصلاحية، ونرجو من حضراتكم أحبتنا المشاركين أن يكون السؤال مقتضبا وسريعا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم معنا الدكتور طارق، تفضل الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عليكم السلام ورحمة الشكر على هذه الجلسات صراحة الممتازة الرائعة. الموضوع فعلا كان قوي جدا وشيق جدا يعني. حقيقة بس لفت نظري الأستاذ الدكتور يعني مصطفى تطرق لشيء مهم جدا، ومسألة الاستدامة. والمتحدث يمكن الأول أيضا كان يتحدث عن العدد، فصراحة الواجب على الأستاذ دكتور مصطفى، العددية بتاعت الأبحاث أنا براها ليست مهمة كما أنا أهمية التطبيق على أرض الواقع. فلا بد أن يكون، أنا كنت داير الأرقام تجيني هي كذا ألف بحث قدم من الجامعات البحثية وكذا بحث يتم تطبيقه على أرض الواقع، عشان أنا العنوان عن الندوة مدى تطور أو تقدم الدول، فمن خلال تطبيق هذه الابحاث انه يظهر لي تقدم. الشيء الاخر مساله الاستدامه، وعندنا ما يسمى بالغسل الاخضر جرين لاندرينج او الغسل بتاع الابحاث. حقيقه دي اخطر شيء انا اراه الان من خلال تقرير شاهدته في قناه البي بي سي بيتحدث عن مؤسسات بحثيه يعني في بالذات في الدول الاوروبيه فقط مستهدفة مسألة الأصل البحثي، معلومات قد تكون ما صحيحة، ودي ظهرت لي يمكن في كورونا. فأنا ربما هذه الأبحاث اللي تظهر لنا ونحن ما مدركين، يعني ربما لا نكون مدركين، فهل هنالك، والسؤال ده ممكن لجميع المتحدثين، هل هنالك تقصي على أساس أنه هذه الأبحاث فعلا لم تتعرض لنوع من لندرينج زي ما في غسل أموال هنالك غسل للأبحاث معروف يعني؟ فداير يمكن السؤال ده موجه للأربع متحدثين
معكم دكتور طارق حمد الله خبير بيئي، بارك الله فيكم، الطيب مسؤول. شكرا شكرا دكتور طارق، الله يحفظك يا رب. نعم، معنا الأستاذ الدكتور عزت مختار إبراهيم البنا، تفضل. دكتورة عزت تفضلي. طيب، معنا الدكتورة منال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. طبعا الشكر موصول لمنصة أريد وللسادة يعني المحاضرين، يعني محاضرة رائعة وأكثر من رائعة، وزي ما بنقول كده يعني بيتحدثوا عن موضوع بيمس وجداننا ويمس وجداننا العربي بشكل خاص، لأنه يعني ساعات كتيرة بنشفق على أحوالنا وخاصة أحوالنا البحثية. فمبدئيا شكرا جزيلا، وأنا بس عندي مجموعة من التساؤلات هقولها بسرعة كده. أنا بس كان نفسي أعرف إيه الفرق ما بين الجامعة البحثية وما بين المراكز البحثية بشكل عام، والمراكز البحثية الخاضعة اللي هي بتبقى تحت مظلة الجامعات. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، كنت برضو عايزة أعرف يا ترى هل من المفيد أن تكون المراكز البحثية هذه تحت مظلة مؤسسة وطنية حكومية، أو على الأقل لو إحنا بنتكلم على المستوى العربي يبقى تحت مظلة مؤسسة عربية وطنية يعني شاملة، بحيث إنه نتائج أولا الأبحاث توجه نحو خدمة الوطن العربي وخدمة الشعوب العربية بشكل خاص ونهضتنا ورجعنا تاني لمصاف التقدم العلمي، أم تكون مراكز خاصة كل يعمل إلى حاله، وجامعات خاصة بتمويل من زي ما سبق عرضه من المؤسسات أو من المصانع والشركات من باب المسؤولية المجتمعية للمصانع والشركات. فهل احنا عايزين ايه؟ الفكرة متتأسس على انهي نوع، علشان لما يجي نتائج بحث علمي يبقى احنا عارفينها موجهة لفين ورايحة لفين. وبعدين الحاجة الثالثة، السؤال الأخير وأسفة على الإطالة، هو إنه هل الخطط البحثية للجامعات، الخطة البحثية التي تضعها كل كلية وبيتم فيها وضع بحوث الماجستير والدكتوراه بناء على إحنا عايزين إيه؟ فهل الخطط البحثية للجامعات دي ألا تكفي لتطوير الأفكار البحثية وإن هي تخدم المجتمعات بتاعتنا، ولا إحنا الجامعات في وادي والبحث العلمي في وادي وكل يعمل يعني لحاله كده وكله أفكار مجزأة؟ متى يكون للبحث العلمي العربي مؤسسة حاضنة تستطيع أن تنهض بالوطن العربي مرة أخرى حتى نرجع مرة أخرى إلى مصاف الأمم ونتقدمها؟ أسفة جدا وشكرا، بس يعني إحنا شكرا بنقول شكرا حزم الهم مربوطة، فإحنا مش ربنا يا رب يعني يفكها على خير. شكرا اللهم لحضراتكم، آمين. شكرا شكرا جزيلا. شكرا دكتورة منال، الله يحفظكم يا رب. نعم، معنا مداخلة أخرى، محمد إسماعيل، تفضل أستاذ محمد. أستاذ محمد، تم إعطائكم الصلاحية، تفضل افتح المايك و السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير، حياكم رمضان الله. كريم، ربنا يتقبل صالح الأعمال. اللهم آمين معك منا محمد ومنكم. يعقوب إسماعيل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الهندسة، قسم الهندسة الطبية. حياكم الله. شاكرين لمنظمة منصة أريد البحثية وعلى موضوع سباق الأمم. ما شاء الله، يعني قدمته وأبدعته، والآن الموضوع تحت التداول اللي هو الجامعات البحثية العمود الفقري للدول. فنحن بالجد كعرب مسلمين محتاجين إنشاء مجمع أو مركز بحث علمي موحد
يا ريت لو كانت الفكرة واقعة لكل الناس المهتمين إنه يكون في مركز بحث علمي موحد مشترك للدول العربية مع بعض، زي ما عندنا اتحاد الجامعات العربية، مفترض هو يكون تحت المظلة دي أو يكون تحت المظلة بتاعت منصة أريد بتاعت العلماء العرب. وكذلك محتاجين من خلال المركز البحث العلمي المشترك اللي هو الموحد العربي المشترك، انه يكون فيه الغرض منه هو انشاء قاعده بيانات عريضه تفي بكل متطلبات البحوث الانسانيه والبحوث العلميه، لانه نحن الان بنعتمد على مراكز بتاعت بيانات هي ما يعني في يعني للبحوث بتاعتنا العاديه، لكن بنستقيها مثلا من الجامعات الامريكيه والجامعات الاوروبيه، لكن ليه ما نحن تكون عندنا قاعده بيانات مشتمله او مدروسه على البيئات بتاعتنا؟ وزي ما ذكر المتحدث في انه مثلا في ما يسمى بالاقتصاد المعرفي وبيع المعرفه والتسويق بتاع المعرفه والتسويق بتاع المنتج اللي بيخلينا نحن نقلل من الانفاق او نزيد الانفاق عشان انه نحل مشاكل في المجتمع. يعني اذا كان في مشاركات زي دي بنلقى انه في دول عندها الامكانيات الاقتصاديه بتاعتها ضعيفه لكن الموارد بتاعتها عاليه جدا جدا، فيا ريت انه تبقى بتوجيه الدراسات من خلال المراكز البحثيه انه الان الناس تقدر تضع على انه سياسه بتاع التسويق للمنتجات، تسويق لبراءة الاختراع، وده بيتعكس في جوده البحث العلمي العربي بانشاء يعني الكم اللي ذكرته. اذا كان اربعه كذا الف من البحوث بتتم مثلا في السعوديه وفي مصر وفي لبنان، فيبقى الان المشكله بتاعتنا نحن هي ملامسات لارض الواقع. فملامسات الأرض الواقع هو بتتطلب المشاركة، فيبقى المشاركة أو الشراكة المجتمعية إذا كان حكومي ولا إذا كان اتحاد الجامعات العربية، نتمنى إنه مع منظمة أو منصة أريد إنه يحصل انتجريشن ويحصل تكوين نواة أو تشجيع في اللي هو إنشاء المركز البحثي العربي العلمي الموحد أو المشترك بين الجامعات. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا أستاذ، الله يحفظك يا رب بارك فيك. نعم أساتذتنا الأفاضل، لمن أراد أن يعقب على الأخوة المشاركين أو المتداخلين فليتفضل. نعم معكم الصلاحية أستاذ معد، أستاذ الدكتور مصطفى، الدكتورة آمنة، من أراد فليتفضل. ممكن دكتور مصطفى يتفضل بالإجابة يعني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أشكر السادة المتدخلين على ما تفضلوا وطرحوه من أسئلة هي تعبر عن متابعة جادة وتنقل أيضا هموم العالم العربي والإسلامي بخصوص البحث العلمي. يمكن الدكتور حمد الله أشار إلى فكرة غسل الأبحاث وتوجه بالسؤال لي وللزملاء أيضا. فكرة غسل الأبحاث هذه مسألة قبيحة في غاية القبح. لماذا؟ غسل الأبحاث هي معناها إعادة إنتاج البحث، بمعنى أنني أخذ فكرة ثم أغير فيها وألبسها بأفكار ومعلومات مختلفة بعض الشيء ثم بعد ذلك أقدمها على أنها بحث. هذه فكرة طبعا شائعة، وهذه ناتجة عن ما يسمى غياب الخيال العلمي الإبداعي. وأنا كان عندي محاضرة وبحث أيضا في هذا الأمر حول تنمية الخيال البحثي الإبداعي، لأن المنظومة الجامعية العربية والأكاديمية العربية لا تدرب الباحث على كيفية التخيل. التخيل لا يقتصر على القصة والفن التشكيلي والسينما، لا لا، التخيل هو ما يسمى الخيال البحثي، وهناك ما يسمى الخيال السياسي والخيال السوسيولوجي. للأسف المنظومة الجامعية العربية لا تدرب الباحث على ذلك، لأنها بالأساس تخرج موظفين على الأكثر منهم باحثين. هو موظف يعمل في الجامعة، هدفه أن يحصل على الترقية لكي يزداد راتبه، لكن ليس هدفه إلا القليل طبعا، ليس هدفه أن ينمي البحث العلمي. طبعا هذا الموظف الذي يصبح أستاذا سيدمر من هم أدنى منه، وهذا طبعا سبب تدني البحث العلمي العربي. وأنا أحكم في أبحاث متعددة بين العراق والجزائر والمغرب ومصر والكويت، وأحكم أبحاثا كثيرة وأجد أن 90% تقريبا من الأبحاث التي حكمتها تم رفضها. لماذا؟ لأن الباحث مسكين لا يمتلك خيالا ولا يمتلك مهارات ولا يجد تدريبا، إنما كل المسألة هي عبارة عن إعادة إنتاج لأبحاث سابقين.
والمصيبة والطامة الكبرى التي نراها الآن هي فكرة سرقة الأبحاث، أنهم يقلبون في المجلات الصادرة في الخمسينيات والأربعينيات والستينيات التي لم يتم فهرستها أو تصويرها، ويأخذون هذه الأبحاث ويعيدون إنتاجها ويقدمونها بأسمائهم، ظنا منهم أن المجتمع لن يتذكرها. وطبعا هذا شائع، هناك من ترقوا بهذه الطريقة القائمة على السرقة. الحل الوحيد في هذا في رأيي يشتمل مجموعة من الأسس. أول شيء هو تفعيل برامج السرقة الإلكترونية، وهذه برامج حاسوبية يتم فيها إدخال الأبحاث ومعرفة مدى فكرة الفية. طبعا المعدل العالمي في هذا البرنامج أن الأبحاث تتشابه بنسبة من 15 إلى 20% إذا كانت في نفس المضمون. إذا كان ذلك تم اكتشاف السرقة، وطبعا بعض المنصات العلمية تفعل ذلك والأكثرية لا تفعل ذلك لأن المسألة مكلفة. هذه واحدة. النقطة الثانية هي فكرة الأستاذ المشرف والمحكم أساسا، الذي هو الآن يتجمد عند مستوى معرفي ومعلومات معين، غالبا هو مستواه في مرحلة الدكتوراه أو ما بعدها بقليل، ولا يطور نفسه ولا يطور أفكاره ولا يطور مهاراته ولا يطور مناهجه ولا يطور معلوماته، فبالتالي لا ينتبه إلى فكرة الأبحاث المسروقة والأبحاث المعاد إنتاجها والأبحاث المغسولة وكل هذا لا ينتبه إليها. وللأسف ولذا كانت مداخلة أساسها ننظر إلى حال الجامعة العربية لأنها في حال تدني كبير جدا على المستوى البحث العلمي وعلى مستوى أخلاقيات البحث العلمي. الباحث الذي يترقى ببحث مسروق هو لا يعلم أنه سينال مال الحرام وسينال ترقية حراما في الأساس. هذا واحدة. في سؤال أيضا من الأخت عن الفرق بين الجامعة البحثية ومركز البحثي. الجامعة البحثية هي أكبر كثيرا من المركز البحثي. المركز البحثي تكون له خطة متخصصة، مثلا مركز بحثي في التربوي، في الأمور التربوية، في الأمور السوسيولوجية، في الأمور اللغوية، في الأمور الكيميائية. لكن الجامعة البحثية هي تكون جامعة بمثابة مجموعة من المراكز البحثية تنطوي تحتها، وفي نفس الوقت الجامعة البحثية تكون فيها فرق عمل، وأيضا ممكن تكون من عدة تخصصات ما بين مثلا تخصصات كيميائية وطبية إلى آخره، وممكن أيضا أن يكون فيها طلاب يدرسون، ولكن الطلاب يكونون قلة قليلة لأنهم يدرسون بمستوى معين وخاصة في مرحلة الدراسات العليا. في مقترح أيضا ذكر في الأسئلة حول وجود مؤسسة وطنية للمركز البحثي، ذكرته الأخت الفاضلة أيضا. هي كل المراكز البحثية تتبع الحكومات ووزارات البحث العلمي والتعليم في العالم العربي. أين المشكلة؟ المشكلة ببساطة هي أن الخطط البحثية يعني تقدم من منظور الحكومات، وغالبا يعني نتيجة غياب في بعض الأقطار العربية، غياب الحرية الأكاديمية، لا تطرح كل المشكلات، بالعكس أن من يفكر خارج الصندوق هذا يكون منبوذا. وأنتم تفهمون جيدا ما هو خارج الصندوق. خارج الصندوق معناها أنه يفكر خارج الريد لاين، الخط الأحمر الموجود في كل دولة. فطبعا ده هذا يكون مبوس، وغالبا كثير من الباحثين يؤثرون السلامة ولا يفكرون إلا في دائرة ما هو مسموح، وبالتالي يتم تكرار الأفكار، خصوصا أنهم يعلمون أن هذه الأبحاث ستوضع في الأدراج ولن ينظر إليها. فالحرية الأكاديمية هي الوجه الآخر لتجديد وتنمية البحث العلمي، وهذه نقطة في منتهى الأهمية. يمكن المتحدث الأول أشار إلى فكرة استقلال الجامعات البحثية في ماليزيا عن الحكومات، لأن الاستقلال يعطيها الفرصة أن من يرأسها سيكون عالما جليلا، ومن يتحكم في الخطط البحثية لن يتقيد بأي ما يسمى الممنوعات أو الخطوط الحمراء، إنما هو يبحث بشكل مفتوح ويتعرف على الأسس بعيدا عن إيه؟ عن سيطرة وهيمنة الحكومات، والحكومة تكتفي فقط بفكرة التمويل، وهذا سبب أساسي لتميز الجامعات الغربية. يضاف لذلك في الجامعات الغربية وجود ما يسمى الوقف، مثل جامعة هارفارد. الجامعات هذه هناك وقف، والوقف طبعا فكرة إسلامية أساسا، إن هناك وقف ينفق على الجامعة نتيجة غير طبعا مساهمات الطلاب بعيدا عن تمويل الحكومات. فطبعا هذا يعطي الجامعة استقلالية. وأنا أقول في مهم جدا فكرة أخلاقيات الجامعة أيضا في مسألة الغسل الأبحاث. يعني في طرفة حدثت أن في جامعة هارفارد أحد الأساتذة يقال أن هناك أن قصص الحب تنشأ في المعامل والمؤتمرات ما بين الباحثين والباحثات، نتيجة أنهم يمكثون ساعات طويلة في التجارب وما شابه، فتنشأ قصص الحب لاف ستوري. فطبعا قامت القيامة ولم تقعد. كيف يقال ذلك في جامعة مثل جامعة هارفارد؟ واضطر الأستاذ إلى أن يعتذر. لماذا؟ لأن هذا ضد أخلاقيات البحث العلمي،
ان الباحث لابد ان يكون متجردا للبحث العلمي تماما، ولا يسمح باي نازعه او اي جانب عاطفي في ان يتسرب الى المختبر، حتى تكون هناك امانه وعدم المجامله وعدم الانشغال بعيدا عن تجارب البحث العلمي وما شابه. ايضا اشير الى فكره ان هناك خطط بحثيه وبحوث لا تطبق، هذا طبعا معتاد. كثير جدا من الابحاث لا تجد طريقها الى التطبيق لسبب بسيط كما قلت في مداخلتي، ان المساله ان صانع القرار الحكومي او في السلطه هو جاهل بالبحث العلمي اساسا ولا يعرف قيمته، وينظر الى الجامعه نظره متوجسه، او ينظر الى الجامعه لانها مجرد موظفين يدرسون الطلاب يتبعون لسلطه الدوله، وليست هي جهه حكوميه او جهه بحثيه مستقله. وظيفتها الاساسيه انها تبحث في كيفيه تطوير وحل مشكلات الوطن. فبالتالي وهذا ما يسمى الفجوة جاب، اللي هي فكرة ما بين البحث العلمي وبين الواقع المجتمعي. والحل الوحيد هو فكرة أن يكون صانع القرار مثقفا علميا. يعني مثلا أنا أعطيكم مثالا، إن لا يشترط إن حتى إن مسؤول إن في الجامعة إنه يكون إيه؟ إنه يكون بروفيسور، إنه يكون لديه المهارة في أن يوصل المعلومة، يأخذ المعلومات والابحاث المنجزه ويعرضها على اصحاب الشركات والمصانع والحكومات ويروج لها ويسوقها. يعني في احدى الجامعات الامريكيه في مصر من يقودها حصل على ماجستير، ولكن لديه مهارات عاليه في ان يسوق الابحاث التي يقدمها الى الحكومات وما شابه. ايضا اشير الى فكره مركز علمي عربي مشترك. هي المساله ليست مساله علم، هي مساله ان هناك قيود كثيره نتيجه الحدود ونتيجه المشاكل السياسيه ما بين العالم العربي والاسلامي، وهذه طبعا تمنع التواصل. يمكن طبعا الان طبعا في منصات الان متعدده ظهرت بفضل الله، بوابات للبحوث مثل البوابه الجزائريه للبحوث، وبوابات ايضا للمخطوطات مثل المنصه السعوديه للمخطوطات. في افكار كثيره تمت، لكن كل هذا ناتج عن تكبيل ان الجامعات العربيه معظمها جامعات حكوميه، فهي مكبله باجراءات الحكومه. هذه واحده. النقطه الثانيه، الجامعات الخاصه هي جامعات ربحيه اساسا وليست جامعات فيه. يعني لما نشوف مثلا جامعه هارفارد في امريكا نجد ان هي جامعه ايه؟ يقول لك انها جامعه غير هادفه للربح. يعني مش شغاله تجاره. وللاسف طبعا نحن عندنا كثير من الجامعات او معظم الجامعات الخاصه هي جامعات اساسها قام بها رجال اعمال ومستثمرون، فعينهم على الربح اكثر من عينهم على العلم. يعني طبعا فالصوره العامه طبعا انا لا اقول انها الصوره سوداء، هناك طبعا نقاط ايجابيه وهناك نقاط نور كثيرة في العالم العربي والعالم الإسلامي، ولكن أنا نضع هنا الأساس اللي هو أن ننظر إلى الواقع ولا نقدم أمثلة حوالين صورة متخيلة. لا، الصورة الواقع فيه مشكلات كثيرة، ولكن أنا أقول لكل باحث ابدأ بنفسك، أنت ابدأ بنفسك، تستطيع أنت أن تتعاون مع غيرك، أن تكون فريقا بحثيا، تستطيع أن تنظر إلى مشكلات المجتمع أيا كان تخصصك وتبدأ في البحث فيها بعيدا عن الأبحاث المكرورة والمشترة والمستنسخة وغير ذلك. بارك الله فيكم وكل الشكر لكم. شكرا دكتور، بارك الله فيك على هذه المداخلة الطيبة. نعم دكتورة أمن، هل تضيفين شيئا؟ إذا أحببت فالمايك لكم الصلاحية. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. شكرا للمداخلات. عفوا دكتورة، بس لو على عجال لأنه الوقت يعني تجاوزنا الوقت. حاضر، أؤمن على فكرة إنشاء مؤسسة مشتركة موحدة، ولكن نبدأ أولا بأن تكون هذه المؤسسات في الدول، يعني كل دولة لو بدأ فيها تكوين مؤسسة واحدة مشتركة. وكما ذكرت الأخت الدكتورة منال زكريا المراكز البحثية، فنجد أن المراكز البحثية حتى هي تعمل منفصلة في بعض الجامعات، فلا بد من توحيد الجهود داخل الجامعات، ثم ومن ثم توحيد الجهود داخل كل دولة، ويمكن أن تنطلق بعد ذلك فكرة الأستاذ محمد إسماعيل والدكتورة منال في إنشاء مجمع بحث علمي موحد يخدم تقدم وتطور الدول بالاعتماد على الأبحاث الجديدة التي تنظر إلى تطور كل دولة وتقدمها على حسب احتياجاتها وعلى حسب مواردها، كما تفضل الأخ الدكتور مصطفى بذكر ذلك. وشكرا. شكرا دكتورة، بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير.
نعم أحبتنا الكرام، عفوا دكتور معد، هل تحب إضافة شيء قبل الانتقال إلى مرحلة الشهادة؟ شكرا جزيلا، والله ما عندي إضافة، بقية جزاك الزملاء يعني كفوا ووفوا إن شاء الله. بارك الله بكم أستاذ معد، جزاكم الله عنا كل خير، أساتذتنا الأكارم، نفع الله بكم وزادكم الله علما، ونسأل الله أن يتقبل الطاعات منا ومنكم في هذا الشهر الكريم وصياما مقبولا يا رب العالمين. نعم أحبتنا الكرام، تم وضع رابط الشهادة والحضور في الشات لمن أراد أن يحصل على الشهادة مباشرة من الرابط، وسنقوم أيضا إن شاء الله بشرح مفصل خطوة بخطوة لطريقة الحصول على الشهادة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل وكتابة منصة أريد العلمية، فتظهر لحضراتكم بالصورة الموضحة بالشاشة. لمن كان مشتركا معنا في المنصة يضغط فقط تسجيل الدخول، فيتطلب الأمر الإيميل وكلمة المرور، ثم ينتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية. ومن لم يلتحق بركب المنصة بعد فبإمكانه تسجيل حساب جديد، ويتطلب الأمر معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية وبريد إلكتروني فعال وكلمة المرور وتأكيدها وكذلك الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على التسجيل، فنصبح أعضاء رسميين في المنصة. وننتقل مباشرة إلى الحائط أو ما يسمى بالحائط، الصفحة الرئيسية للمنصة، ثم ستجدون في وسط الشاشة أو في وسط الصفحة الرئيسية ستجدون سباق الأمم. سباق الأمم في وسط الشاشة، نضغط على الرابط فينقلنا مباشرة إلى القسم الخاص ب البرنامج، برنامج سباق الأمم، وبإمكانكم الاطلاع على جميع الأقسام، وأيضا مشاهدة البث المباشر للندوات وغيرها من الفعاليات. نعم نضغط في الأعلى سنجد الجلسات في الخط الرئيسي للبرنامج، نجد الجلسات فنقوم بالضغط عليها، ننتقل مباشرة إلى الندوات، نختار منها الندوة 14 أو ما مكتوب 14 فينتقل إلى الندوة التي نحن بصددها، فنقوم بالنزول إلى أسفل الصفحة فنجد أن الندوة موجودة عندنا في الأسفل وبإمكاننا الدخول عليها، ومن ثم الضغط على شهادة المشاركة لنحصل على الشهادة. طبعا يقوم بعرض أو يتطلب الأمر كود لتنزيل الشهادة، الكود هو يرجى تسجيله عند حضراتكم، الكود هو 89 00 98، أكرر الرقم 89 00 98 كما يظهر أمامكم في الشاشة. يقوم بعدها بالضغط على زر تحميل الشهادة، يتطلب الأمر بضع دقائق، ونقوم بعدها بالحصول على الشهادة وتظهر بالصورة الواضحة أمامكم، فهنا يكتب اسم المشارك وأيضا عنوان الندوة. نعم أحبتنا الأفاضل، بعدها نستطيع أو ننوه إلى أنه إن شاء الله في الغد سنقوم برفع تسجيل هذه الندوة لمن أحب أن يستزيد ويعود إلى المادة العلمية، فبإمكانه مراجعة التسجيل على الموقع الرسمي للمنصة على اليوتيوب، وستجدون أيضا فيها جميع الندوات التي قدمت والمحاضرات أيضا، ستجدون جميع التسجيل للندوات والمحاضرات والفعاليات التي قدمت في المنصة. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا تنتهي فقرة كيفية الحصول على الشهادة وأيضا ختام ندوتنا العلمية، نسأل الله أن يكتب لنا الأجر فيها وأن تكون في ميزان حسناتنا، وبارك الله فيكم جميعا. نختم هذه الندوة بقول
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.